السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. أهلين، كيف الأحوال شيخ ولا أستاذ ولا دكتور؟ لا، أنا اسمي محمد صالح، ما يحتاج إلى كل هذه الألقاب. أنا بخير، تسلمي، أتمنى أنك أنت كمان تكونين بخير. الحمد لله يا ربي. حضرتك مسلمة يا سيدة مريم؟ نعم حضرتك مسلمة؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. عن شو تحبين تتكلمين سيدة مريم؟ وأنت الأخ مسلم؟ نعم. أوكي، نتحدث كما تحب أنت، أي حديث. أنا مع اوكي. الأخ، أنا أفكاري مثل أفكار هذا الأخ اللي نزل هلا، بس هو يعني انت كمان ما بتكفرين حدا، لا، هما الكفار موجودين أكيد بتكفرين الكفار؟ أكيد. اذا انت مش افكارك مثل افكار الاخ. لا، الاخ ما هو بيكفر قال من الكفار. حسبهم، مش قال إنه موجودين. هو بيقول، ما انا ما استطيع اني اقول عنهم كافر. لا، قال إنه موجودين لا، وبالدليل اتركي آية. مما قال هو. نعم أنت مثلا على سبيل المثال، نعم هل أنت ترين أن بايدن مثلا مسلم ولا كافر؟ بايدن كافر على دين الكفر. هو شفتي، الأخ ما كان يقول أنه كافر. ليش؟ هو شو يعني إذا هو مو كافر؟ ملحد؟ لا، هو أكيد كافر. كافر لأنه في الدين الإسلامي كافر، يكفر بوجود الله، لا يؤمن بالله. راح صح. والنصراني مشرك، مشرك مين هم بالله. النصراني؟ النصراني هو المسيحي. وليش تقولين عنهم نصراني؟ نصراني هكا اسمهم، من اللي خلقت الدين الحياة. لا، هم اسمهم مسيحيين، ما اسمهمش نصران، نصارى. معلش معلش، أنت قلت إنه الكفار مثل الأنعام في الآية، هيك؟ أنت قلت إنه الكفار وصفهم الله مثل الأنعام. صح. فعل ذلك برأيك ولا لم يفعل؟ نعم، فعل ذلك ولا لا؟ هي موجودة في القرآن الكريم يعني هل أنت ترين مثلا أن الكفار مثل البهائم؟ في أفعالهم أكيد، لكن في شكلهم لا، يبقوا لا، مش في ناس. شكلهم. هل أنت ترين أنهم، لأنهم كفار، يجوز لنا أن نقول أنهم مثل البهائم؟ أكيد، يعني هي الحقيقة تقال، سواء في نعم، مكانهم، أنا فاهم مشربهم، سيدة مريم. مثلا شهوتهم، كل شيء. لو نقول مثلا على سبيل المثال، أنه يعني في اثنين من الكفار ما أرادوا أن يؤمنوا بالإسلام، وما أرادوا أن يؤمنوا بالدين، وما أرادوا اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذول مثل البهائم؟ هما مثل البهائم إلى يوم يهديهم ربي، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، طيب، وفي خليني خلقه. أسألك عزيزتي أستاذة مريم إذا نعم تسمحيني. طبعا، تفضل وهو سؤال افتراضي إذا تسمحين. تفضل. لو والدتك أنت نعم كانت كافرة، نعم هل تقبلين أنه حدا يقول عنها أنها مثل البهائم؟ والله للأسف الشديد عادي، وش راح نقول؟ لأنه الله غالب، هذه الحقيقة، لأنه الكافر أو المشرك مثل البهيمة على الأرض للأسف الشديد، لأنه يعني عادي أنت مثلا تقولين عن والدتك أنها مثل البهيمة؟ لا، لست أنا زعما، ما نقدرش، هذا من الاحترام. ولكن حتى مثلا ولو كانت والدتي مشركة، ربي قال لي لازم تحترميها، الله هو سبحانه ربك وتعالى. ما قال تحترميها، ولكن الشاهد من الكلام تدعيها سيدة مريم، بالهداية. لحظة، نعم الشاهد من الكلام أنه نعم حدا إجا عندك وقال لك أنه والدتك يعني مثل البهيمة، مثل ما قال القرآن، تقبلين هذا الكلام؟ إذا كلام الله عز وجل أقبله بدون تعصب، وأدعو لها بالهداية، وأفعل كما نقولوا احنا ما أستطيع لكي زعما نوري لها الدين الصح. وإذا ما تهداتش، الله غالب، وش راح هل ندير؟ تعتقدين أن في إنسان على وجه الأرض ممكن يتقبل دين يقول عنه بهيمة؟ قلنا مش البهائم كأشخاص يا لا، أخي، أنا ما قلنا قلنا، لا ما قلنا كأشخاص. أنا يا أخي، الآن أرجوك يا سيدة مريم، من لا فضلك ترجعين، إمكان. تجاوزنا هذه المنطقة، نعم تجاوزنا هذه المنطقة. نعم نعم هل يوجد الآن، تصور أن والدتك أنت قدامها يا أخي، احكي لأي بتقول لك شخص يا مريم، بالضبط هيك، بحسها إنه إهانة يعني.
احكي على اي شخص. والدتك الآن، لحظة، والدتك الآن أنا أريدك تكونين في الصورة. نعم. والدتك الآن تجي تقول لك: يا مريم، هل صحيح أنه أنا لست على دينك وأنا أرفض دينك؟ هل صحيح أنه دينك ينعتني بأني مثل البهيمة؟ شو السؤال؟ والدتك نعم الآن هي فهمت. ليست على دينك، داكور. فهي تقول لك: يا مريم، هل صحيح أن دينك في وقرآنك اللي أنت تتبعيه بيقول عني، لأني أنا مش تابعة لدينك، بأنه أنا مثل البهيمة؟ أقول لها: يا أمي، أفعالك مثل الأنعام، أفعالك وليس شخصك وليست هيئتك، لأنك تبقين بني آدم، يعني ويأتي يوم، وربما أفعال يأتي أمك يوم أنا. يهديك الله وتصبحين جميل جميل مسلمة. هذا، جميل هذا الشيء. نعم. أمك مثل أفعال البهائم؟ في إذا كانت مشركة راح تأكل لحم الخنزير، راح والعياذ بالله راح تزني، راح تعمل أشياء لا، مش كثيرة بالضرورة تعمل محرمة. هذه الأمور، لا مش بالضرورة. هو لا هيك لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. راح تعبد الأصنام. إيماجيني، يعني تخيل لا مش إنه بالضرورة تعبد إنسان الأصنام، مش أعطاه بالضرورة ربي تعبد الأصنام. عقل يروح هي ما يعبد جدار بالضرورة. أو يعبد بقرة، هل هذا لحظة يا منطقي مريم، أخي؟ تفضل تفضل. هي مش بالضرورة تعمل هذه الأمور، هي ممكن تكون فقط إنها ما تؤمن بالإسلام يكفيها وهكذا. أنها بدون عقل ولا تؤمن بالله تعالى، لا تتأمل فيما خلقه الله تعالى، يعني بصيرتها منعدمة، لا تتأثر كيف بدي أقول لك، يعني بالأشياء ولكن اللي خلقها هي ربي. قالت: أنا ما اقتنعت بهذا الدين. ما اقتنعت، ما اقتنعت، شو بدنا نعمل؟ لكن إذا ما اقتنعت كيف تقولين أنه ما عندها بصيرة؟ كيف واحد يقتنع يا قلنا مريم؟ الله يهدي من أنا ما يشاء أتكلم، لا أخذ ويضل مني من شوي. يشاء يا لما أخي. أتكلم مريم، لما أتكلم أنصتي نعم. عشان تفهم السؤال، عشان تغضب. داكور، أوكي، تفضل. الآن أنت الآن كيف الواحد يقتنع بدين يسمي الناس الذين لا يؤمنون به بأنه مثل البهائم؟ هادي، أين المشكل؟ هل أنت تعلم أحسن من لا الله؟ مشكلة، لأنه بيكون طريقة الله قليلة أدب. أعلم منك ومني. ما لا مش أعلم مني. الذي يتكلم بهذه الطريقة هو طالع من الشوارع، ليس أعلم مني. لا، أنا لا أظنك أنك مسلم أخ محمد، أنا يعني مسلم، بلى مسلم. وتؤمن بالله، تؤمن بوجود الله. هذه الإله الذي يقول عن الناس بهايم، هذا إيه؟ يقول إله قليل أدب. إذن لا، إذن أنت لست مسلم. نو، بلى أنا مسلم. لا، المسلم لا يهين لفظ الجلالة ولا يهين لا الله هذه تعالى بدعة ولا الإله يهين الذي المسلمين. أنا أقول لك الآية الذي موضحة يفهم الأخ كل الناس. محمد، يعني الآية الآن واضحة جدا أتركك أن شخصية الله مريم. وصف لحظة. الكفار بالأنعام في أفعالهم وليس لا هيئتهم. هو وصفهم بالأنعام لأنه قليل أدب. وإلا لا لا كيف أنا أتي لا، كيف أنا تفضل. أتي لحظة كيف أنا أتي أروح لعند امرأة كبيرة، رجل كبير، ولد شاب، امرأة، صبي كبير صغير، أمي، أبويا، أهلي، لأنهم ليسوا مسلمين أقول عنهم أنتم مثل البهائم؟ لأنه بطبيعة الحال المسلم أحسن من الكافر، لا ليس أحسن، هذه نظرة، مسلم واحد فقط نظرة أحسن عنصرية. من جميع الكفار اللي ميتين غير صحيح. وحيين، المسلم ايش اللي هو أحسن من الكافر؟ في كل شيء، في بماذا صرت أخلاقهم، أحسن من في الكافر؟ أخلاقهم. أنت وين عايشة يا في مريم؟ الجزائر، أنا أنت في في الجزائر. الجزائر، نعم. شو اللي أنت عندكم أفضل من الكفار؟ كيف يعني؟ غير التخلف وغير الفقر وغير الحياة والله السياسية يا أخي الفاسدة العزيز، وغير تخلف الديكتاتورية، جاءنا شو من اللي أفضل من الكفار الكفار؟ والنصارى، احتلتنا فرنسا احنا مش الكافرة شو عندكم؟ 130 سنة، لحظة يا مريم أرجوك، بطش وحرب وكل شيء. افهمي يا مريم، تفضل. شو عندكم أفضل من الكفار عشان تكونوا أحسن منهم؟ كيف يعني؟ ماذا قدمتم للبشرية حتى تكونوا أحسن من الكفار؟ نحن أحسن منهم بشهادة، لماذا؟ أشهد لماذا أن تتحسن؟ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه هذا ليس أحسن منهم، هذا يجعلك فقط أنك تؤمنين بشغلة ما لهاش لا علاقة بالأفضلية. الأفضل أنا لما أجد ناس يكونوا صادقين مع أنفسهم، يكونوا محبين للخير للآخرين،
لحظة ما أتكلم مريم. تفضل. أوكي. لما أنا أشوف الناس هذولا قدموا علاج، قدموا مساعدات، قدموا فتحوا بلدانهم للمسلمين ولغير المسلمين ممن يهاجرون عندهم، أنا أقول هذولا ناس محترمين. أما أنتم كمسلمين ماذا قدمتم لبعض؟ أنتم، أنا أقول لك شو قدمتوا لبعض يا مريم. هل في ظنك أخ محمد كيفاش تسأل وتجاوب في نفس الوقت؟ خليني نجاوبك أخي محمد. لحظة، يوم ما أردت منكم تبينون للناس قديش هذا الدين عظيم عندكم، رحت قتلت بعض وسبيت نسوان بعض وعملت مجازر في بعض. متى هذا؟ مسلمين في الجزائر. نعم، احنا ما نشرح نحكوا على العشرية السوداء. انا اول شيء حكيت لك، انا اول شيء حكيت لك على الاستعمار الصليبي اللي جا حتى للجزائر، فهمتني خويا؟ لا انا نصفكم عايش في الجزائر. العشرية السوداء من نصفكم عايش في فرنسا، ولحد الان ثقافتكم فرنسية. اظن انها ارض الله. اظن انها ارض الله. لا، ليست ارض الله. ليست ولا الصليبيين ارض الله. ليست ارض الله. لا، ما في حاجة اسمها الصليبي. ليس هناك حاجة اسمها الصليبي اليوم. هي أرض الله. المسلم يروح يعيش وين يحب. لا، ما يقدر يروح يعيش وين ما يريد. خلقه الله حر ويموت حر. لا، ليس، لم يخلقه حر، وخلقه عبد. كيفاش عبد؟ عبد ليعبده. بالضبط، انتو عبيد. عبد ليعبده، ليس ليعبد البشر مثل ما يفعل معظم العرب الذين يذهبون إلى الخارج. مريم، حاولي تهدي شوي. رقم اثنين، سؤال جواب. سؤال جواب من فضلك أخي. سؤال جواب. هذا أرض الفرنسيين، مش أرض الله. الله ما عنده لا جواز ولا حاجة فيها. الفرنسيين في هذا. نعم. الله لو دخل فرنسا. إذا من خلقها؟ من خلقها؟ من خلقها؟ ما حدا خلقها. الفرنسيين هم اللي خلقوا فرنسا. كمسلم وتؤمن بالله تعالى، ما له علاقة هذا الكلام. كيف يعني أنت لست مسلم؟ أنت لست مسلم أخي. نعم. مريم لحظة. نعم. أنتوا الآن خجلانين من بلدانكم، رايحين تعيشون عند من احتلوا. من قال إن إحنا خجلانين؟ خجلانين لو ما جزائرية وأفتخر. مريم لو لا تقاطعني. أنتوا الآن ببساطة شديدة شو بتعملوا؟ اللي بتعملوه ببساطة شديدة تهربون من بلدانكم اللي هي بلدان المسلمين لأنها فاشلة، ولأنكم قتلتوا بعض، لأنه فيها الجوع وفيها العهر وفيها الفساد وفيها الفقر، وتذهبون تبحثون عن الحياة عند هذول الكفار على أساس البلد اللي أنت مقيم فيه بلد صالح ما شاء الله. على صالح. أساس على أساس أنه الجزائر كذا وكذا، والبلد الجزائر والبلد اللي راك ساكن فيها راهي أرابيا هكا. نعم، تفضل احكي برك. اهدر وحدك محترمه. نعم. ليش اذا بلدانكم محترمه وقدمت اي شيء للبشريه تذهبون الى فرنسا؟ يا اخي، بغيه العلم، هذه ارض ربي، هذه ارض الله تعالى. وش بيك؟ ليس ارض ربي، ليس ارض ربي. انت صدقني غير راك لست مسلم انت. اذا شخصنتي الموضوع مره ثانيه راح انزلك. اوكي. لا اوكي، داك. حاولي تتكلمي في مضمون ما أنا أقول. الآن أنا رجل مسلم غصبا عنك وغصبا عن الجزائريين كلهم. إن شاء الله تروح الجنة. داك. أنا راح أروح الجنة، بس المهم أنكم أنتم تحاولوا تلاقوا لكم طريق لوني. خليني أقول لك شغلة. أنتم بلدانكم مثلا في الجزائر، الجزائر بلد متخلف، كل الناس تعرف أنها بلد متخلف. لماذا لا تستطيعون أن تقوموا ببلدكم؟ لماذا تتسولون الحياة في فرنسا؟ أنا رحت لفرنسا. هل أتيت إلى الجزائر؟ لسه بتكلم يا مريم. أنا رحت لفرنسا وشفت أنكم جالسين هناك تشتغلون لأنه ما عندكم شغل في بلدانكم، وتتجنسون بالجنسية الفرنسية لأنكم خجلانين من بلدانكم، وعايشين على خيرات فرنسا لأنكم خجلانين من بلدانكم، وما في حدا منكم يفضل الجزائر يعيش فيها على أنه يعيش في فرنسا. أوكي، وجاوبك. إذن أنت رأيت الجزائريين في فرنسا، إذن المقيمين هنا في الجزائر من هم؟ أنا هلا أنا على البالكون، أنا عم شوف في كتير ناس. إذن هذو شكون يعني؟ من هذو اللي الناس اللي عايشين اللي مش قادرين يروحوا للجزائر؟ أبو لا، الحمد لله، كامل بالقصور، بسيارات، بالأعمالهم. لا، فقط رجالات الدولة والدارك عندهم قصور وسيارات. نو نو نو، والله أفتح لك الكاميرا. أفتح الكاميرا. والله
للاسف الشديد ما نقدرش انا افتح الكاميرا، ما نقدرش خويا، ما نقدرش نفتح لك الكاميرا لانه انا نتحفظ على المكان اللي راني فيه. اذا اذا لا تجي تتباهي، انا ما نكذبش خويا والله العلي العظيم، لو كان نفتح لك الكاميرا غير يوجد قصور يا عزيزتي، قصور بجنبي. لحظه يا مريم، كل الناس كل الجزائريين عارفين انكم انتم عايشين تحت خط الفقر، عرفتي كيف؟ يا الله، عايشين تحت خط الفقر. شو دخل الإسلام بالفقر؟ لحظة أتكلم يا مريم، حاولوا شوية تهدوا. أنتوا الآن بلدكم بلد متخلف، ليش؟ لأن هذا البلد ما فيها حياة، الحياة وفقط للسلطة الحاكمة، عرفت كيف؟ ولرجالات الدولة، لرجالات الدرك، عرفت كيف؟ ولذلك عندكم لحد الآن النساء في الجزائر مثل كثير من البلدان العربية تضطر أنها تبيع جسدها لا بثمن بخس عشان. هل أنت هل أنت مسلم ترمي المحصنات؟ أنت مسلم وترمي المحصنات؟ أنا بكلمك عن واقعك. لحظة، نسوانكم في الجزائر تضطر أنها تبيع جسدها، في عندكم حواري كاملة من البغايا مثل ما قدموا فيهم تقارير لحظة بتكلم يا مريم لآخر مرة، يعني ما لا تقاطعيني، لا تمارسي العقلية الجزائرية عندي هنا في البث، أوكي؟ فخليني أكمل الفكرة. اللي بيصير ببساطة شديدة يا مريم، أنتوا نسوانكم جالسة تبيع نفسها، عندكم حواري كاملة، ناس ما عندها إلا الستار على بيتها من الفقر، وبتبيع جسدها لأنها ما عندها لقمة العيش. بماذا أنتم تحولتم إلى أنكم أفضل من الكفار؟ غير أنكم عايشين على الفتات بسبب الشريعة المتخلفة اللي تتبعوها. أنت أول شيء قلت لي إنك مسلم، ورمي المحصنات من الكبائر. طيب، أنت ترمي في المحصنات. قلت لك ألف مرة يا مريم، حاولي تتكلمي عن ما أنا أتكلم عنه، ليس عن شخصي. شكرا لك حبيبتي مريم. طيب، مين عندنا مسلمين من الجزائر يحبوا يكملوا؟ أو من أي بلد ثاني مسلم ويكون مسلم؟ يكتب لي رقم 7. أستاذنا. أهلا أهلا، كيف حالك أستاذ خطيب؟ أسلم عليك أولا. طمني عن صحتك. والله منيح ماشي. بدي بس كنت أسألك عن قضية فقهية، يعني من اختصاصك، يعني الأستاذ المرحوم الكاتب الكبير سيد القمني الله يرحمه عم بيحكي قصة، كان إنه في السودان أيام جعفر النميري رجل وامرأة مخطوبين، يعني رسميا طبعا ما مكتوب كتابهم بس مخطوبين، يعني قبل الزواج، عرفت كيف؟ قاعدين بحديقة عامة باسوا بعضهم هو وياه. فنظام جعفر النميري اللي كان نظام يطبق الشريعة الإسلامية أعدمهم. سيد قمني عم يعلق على الحادثة، قال إنه القبلة في الإسلام ليست حرام، يعني ليش؟ بدليل، يعني هو جاب دليل، هو اللي بدي أسألك عنه أنا، إنه ما حكمها. وبيقول جعفر النميري إنه لما أجت وحدة للرسول قالت له إنه أنا زنيت، قال له لعلك قبلتي، لعلك فأخذتي. إذن التقبيل لا يحكم، يعني لا ليس عليه حكم، يعني تقبيل الرجل للمرأة خارج مؤسسة الزواج أو هي في مشروع زواج، يعني إن الجماعة على وشك يتزوجوا، فهي فعلا حكمها هو فعلا قصة غريبة، يعني أنا يعني واقفة عندي إنه كيف أفهمها، إنه حتى القبلة كانت محرمة، يعني طالما إنه هن بيقول لك إنه الزنا 4 شهود وما بعرف إيش وبدي أشوف وكذا، فالقبلة لا تعتبر تهمة أو جريمة أو ما بعرف، إذا عندك فكرة يعني عن الموضوع. هو الموضوع مش لا تعتبر جريمة، ولأنه عندنا نص آخر هو يتكلم على إنه إذا الإنسان جسده يعني لامس جسد امرأة أجنبية خير له أن يعني يدخل يعني حديدة في رأسه، إبرة من الحديد في رأسه، على أنه يصير معه هذا الشيء، وهذا دليل على الحرمة، يعني حرمة ملامسة الأجنبية يسموها دون حائل، يعني بمعنى أنه
جسد الرجل يجي على جسد المرأة يعني كيف ما كان. والقبلة طبعا تعتبر من مقدمات الزنا، ولكن هي قطعا ليس فيها حد، يعني بمعنى أن هذه من الأحكام التي ليس فيها حدود شرعية، يعني لا قتل ولا كذا. ولهذا اخترعوا هذا فكرة التعزير، أي بمعنى أن الإمام أو القاضي يعني أو المحتسب إذا شاف مثل هذه الأمور يعني يقوم بتعزير الناس يعني أو يعني بضربهم أو ما شابه، بحيث أنه ما راح يكون في حد، يعني بمعنى ما عندنا حد يصير العقوبة أقل بكثير، صوت صوتين 10 يعني في النهاية، لا يكون أكثر من ذلك. أنت مسكر اللام لما بيأخذوا التشدد وليس التساهل، يعني ولا يوجد تساهل في هذا، يعني وحتى موضوع يعني مثل هذه الأمور الشرع هو أصلا أتى لمنعها، يعني لمنع أي نوعية من هذه العلاقات، يعني حتى يعني لدرجة أنه أنت تروح تلمس امرأة أجنبية يعني هذا فيها وعيد، وبالتالي الإمام له الحق أنه يعفو أو يضرب، ولكن هو المجتمع الإسلامي هو مجتمع يعني يعزل الرجل عن المرأة ويعزل أي قدرة على التواصل مع بعض. ولذلك الآية أتت وقال ولا تقربوا الزنا، يعني مش فقط لا تزنوا، قال حتى ولا تقربوا الزنا، يعني حتى يعني موضوع التقبيل أنه يعني لعلك قبلت أو فأخذت أو كذا، هذا هو ليس لأنه جائز، ولكن لدرء الحكم عليه، يعني بمعنى أنه أنا إذا جاء لي إنسان وقال أنه أنا زنيت، أنا لازم أعرف أنه الزنا هذا يكون بالمعنى الشرعي، وهو إدخال حشفة الرجل في فرج المرأة، ها هذا يسمى الزنا يعني بهذه الطريقة. ولذلك النبي محمد لما إجاله ماعز، والمعذرة على اللفظ أستاذ خطيب، الحديث وهكذا يعني قال لعلك يعني قبلت ولعلك كذا، ثم قال له قال أنكتها، بهذا اللفظ أستاذ خطيب يعني بهذا اللفظ، اللفظ هو نبوي مش من عندي، أقول أنكتها، فقال نعم، فوقتها يعني رجم، يعني هو عشان لازم يعرف الحكم الحالة، لأنه هذا اللي يسمى عند فقهاء الأصول يقولون الحكم على شيء فرع عن تصور، لا بد أن يكون عندك تصور صحيح حتى تستطيع أن تنزل عليه الحكم. يعني أنه حتى بالمحاكم عندنا صوتك بعيد أستاذنا، في المحاكم عندنا بسوريا وقت اللي بيكون في حدا هيك بهاي التهمة، القاضي بيضل يلح عليه ليذكر الكلمة اللي قلتها أنت، يعني إنه والله شفته ومشي الحال وما شو ما مشي الحال، بدك لي شو صار يعني بدك تحكي لي. أيوة بالحرف. وبعدين أنا يعني موضوع الزنا، يعني أنت اليوم ناقشت أحدهم إنه أنت قلت له وحدة بتمارس جنس خارج إطار الزواج 40 سنة 240 مرة ما بنعتبره زنا، وإذا كان وهي مجبرة وهدوك برضاتهم، فهن ما بنظروا للأمور الحقيقة، هن ما بنظروا للأمور بمعناها الحقيقي، بنظروا إلى بمعناها الحرفي، وهاي هي المصيبة. شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك حبيبي أستاذ خطيب، شرفتنا، دير بالك على حالك، محبات، أهلا وسهلا. بعدين يبين الهبل اللي عندكم. أحسد كل الهبل، وينك الهبل إذا عدنا وإذا عدهم، ترى من الطرفين. والله عفارم عليك، بس أنت ما تطلب. الله يحفظك، أنا ما أطلب. عافية عافية، والله السبع، أنت تعرف ليه السبع؟ نعم. لأنه أنت صادق مع نفسك، مو كذاب مثل بعض الناس. والله يا خال اقول لك شغله، انا رجال قلت لك انا شيعي وسيد، وزوجتي والله سنيه والنعم وزوجتي سنيه من غزه، تمام يما يعني يما انا بعيد عن هذه الشغلات ابدا ابدا عافية ابدا. عافيه اعطيني سجادتي، اعطيني سجادتي واقرا قراني كافي. عافيه عافيه الله يحفظك. وزوجتك تعرف انك انت ما تترضى عن ابو بكر وعمر وعثمان؟ اي طبعا. وعادي ولا يعني شنو عمل لازمة السيف مثلا؟ ايش ما ادري
والله هذول الغزاز وينك طارق؟ هذول الغزاز ترى ما تأمن، ها ترى دير بالك. خلى خدمك قبل يومين هم يصعد يا شيخ، قلت له بكره ما تحكي هاي الشغلات، خلينا ندافع عن ليش ما تحكي بقضيه فلسطين، سوريا، اليمن، انتوا الشيوخ لازم توصلون فكره، مو والله هذا كافر وهذا ملحد وهذا ما اعرف يطب الجنه. قلت له انت منو تطبب وتطلع الجنه؟ كيفك انت؟ ايش قال لي؟ قال لي انت زواجك من زوجتك باطل وحرام. مين قال هذا الشيء؟ هو هذا الشيء من قلت له انا الشيعي. هو سني. ما اكيد لازم سني. اسمع من قلت له انا شيعي وزوجتي سنيه؟ قال هذا زواجك حرام باطل. قلت له يعني هسه راح اطلقها وعندي اثنين اطفال؟ يمه. يا اخي شنو رايهم؟ يا اخي خلاص هذول كم شيخ 56 انت وين جاي تحكي يا عمي؟ لا لا الشيعه الساده مالتكم شنو رايهم بهذا الزواج؟ والله لا يحجون وما لهم دخل بهاي الشغلات. طبعا روح ليش؟ ايه لان لانه هم الربحانين بالليله. مو بس هذه الاولاد راح يطلعوا سنه لو شيعه. الاولاد؟ بالله عليك فدوى للنبي قول لي. اسمع راح اشوفك بالله عليك. قلت اولادك راح تربيهم على السنه لو الشيعه؟ والله انا اربيهم على حب رسول الله بالدرجه الاولى وحب اهل البيت بالدرجه الثانيه. ممكن تربيهم على حب ابو بكر وعمر وعثمان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله السبع انت حتى لا تقدر تاخذ من السنه واحده لا وتخليها عندك ومن الغزازوة وتخلي أولادها من الشيعة بطل. والله يا والله يا خالد شوف أقول لك شغلة واحدة، خلي أفتح لك أول شيء كاميرا وشوفك وين. السلام عليك. عليك السلام. هلا حبيب شلونك؟ شوف بيتي ما حاط بيه الله. شوف هنا ايش حاط. الله محمد وفلسطين يا عيني وهذا دي بنانات عشان المدام. هلا حبيباتي. هلا وبناتي. أمانة عليك بوسة على رأس كل واحدة منهم. تعي يا بابا. أمانة شوف الجد حبيبة يا هلا الله يحفظك يا خال وجزاك الله خير الجزاء. عندي وردة. حفظك الله. تسلم لي حبيبي. يا ناس يا عالم احنا الشيعة عندنا اول كتاب هو القرآن الكريم وثانيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثالثا حب اهل البيت. الله عافية. السلام عليكم. يا عليك السلام عبيب الله وياك. جميل حبيبنا طارق والله حلو عافية. اعرف منين ياكل الكتف. طيب مين عندنا بعد من المسلمين يريدوا يطلعوا؟ الله عفارم علي يا طارق. يلا السنة موتوا بغيظكم انتوا. الله يسبع طارق اخذ منهم ابنية ها وراح يربي اولاده على التشيع وانتوا عيشوا بحياتكم اذلة. عافية. السلام عليكم. وعليك السلام يا هلا. ممكن تعطيني اسم اناديك به؟ انا اسمي عبد المجيد ولكن عقيده يعني بالامازيغيه انا هنا. يعني انا اسمي عبد المجيد. عبد المجيد. انا وسام. شو تحب تتكلم يا سيد عبد المجيد؟ يعني انا اطلب منك يا اخي اذا انت لست بمسلم لماذا تستهزئ بالمسلمين؟ لا أنا مسلم. أنا مسلم. أتركك من هذا الهبل اللي بتقوله. أنت سمعت أنك بأذني تسب الله وتسب الرسول وتقول أنا مسلم. لما أتسب الله ولما أتسب الرسول. طبعا لأن تضرب في القرآن وتقول أنا عندي أحسن من عبد المجيد. فهمك شيء واللي أنا أعمله وأفعله وأقول شيء ثاني. لا تجعل فهمك اقتباس. لماذا؟ لأنه هذه طريقة الناس الغير أمينة. لما تأتي وتقول أنت قلت كذا
يعني إذن أنت عندك معادلة معاكسة، يعني أنت لديك مشاكل مع الناس الذين لا تقول أنت عندك قل لي أنا ماذا قلت. قلت كثير نسبتها لهذه الشريعة وإيش مش موجودة فيها. قلت مثلا القرآن يا في خرافة مثلا تكذب القرآن مثلا. القرآن شو نسوي فيها أمور غبية شو نسوي له؟ هاي الكلام هاي مثلا هذه الكلمة غبية. طبعا غبية يعني رجل يقتل طفل عشان لما يكبر ما يرهق أبواه ما طغيان وكفر، هذه شغلة غبية. ليه؟ لأن الشغلة تتكرر قدامنا وروى الله ما بيقتل هذا الطفل، شغلة غبية. خلينا شوية يا محمد، أنت تقول كافي كلام غبي وأنت تقول أنا مسلم، يعني أنت تريد أن تقول أنا ماذا أقول غبي؟ هناك عشرات الآيات اللي فيها نفس الغباء. لما أنت تأتي وتصف الناس بالحمير والكلاب، هذا شغلة غير أخلاقية. لأن هنا وصف الحمير أذنابكم أنتم في قديم قبل المسلمين، يعني أن تعطي كيف نزل القرآن، أنت ما عندك تفسير وكيف نزل وكيف وفيه الآية التي نسخت، هكذا تريد لك أن تعطي للناس. هذه الآية لم تنسخ، وأن عملية أوكي. أن ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذه الآية لم تنسخ، عرفت أوكي. كيف؟ أوكي، ولكن هي نزلت على والأصوليين بيقولوا اللي أنت ما بتعرفه، عرفت كيف؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عرفت كيف؟ فلا يهم أنه هذه الآية نزلت في من، هذه الآيات كلها تعتبر عامة في كل الناس الذين يكون لديهم هذه الصفة. وبالتالي وفي نهاية المطاف هذه الآية تقول أن كل من يكذب بآيات الله أنه مثله مثل أنه مثله مثل الكلب، صح ولا لا؟ نعم، هذه كانت يعني هذا تكلم على الأذناب الذي تدافعهم عنهم أنت في قديم قبل الإسلام. هذه الآية عامة، قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني كل من يكذب بآيات الله هذا يعتبر في دينك أنه كلب. لا، متى نزلت يا محمد هذه على الأذناب التي تدافع عنهم؟ اليهود في ذلك الوقت. ليس له علاقة باليهود، هذه آية عامة لأنه بيّن ذلك لما قال لك شو؟ قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني كل من يكذب بآياتنا مثله كمثل الكلب، عرفت يا؟ من هم؟ على ماذا نزلت هذه الآية؟ آيات الله. متى نزلت هذه الآية وعلى ماذا؟ فسر لي، هل لديك تفسير؟ أنت عندك مشكلة، الآية هذه عامة ولا خاصة؟ أنت لديك الجواب. أنا أقول هذه الآية عامة، لماذا؟ لأنه يقول ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذه آية عامة. خجلانين من قرآنكم؟ قل خجلانين، ما عنديش مشكلة. لا لا لا، مش خجلانين، لا هو لا خجلانين. إنما والله خجلانين. لا مش خجلانين. والله خجلانين وخجلانين جدا. والله يا محمد، والله أنت لأنكم تعرفون أول ما تقروا بهذه الآية السؤال اللي بعده شو راح يكون، لأنكم شفتوا أنتوا عشان تدافعوا عن هذا القرآن عليكم أن تنسلخوا من أخلاقكم كليا. لا، أنا لا أدافع عن القرآن، أنا لا أدافع عن القرآن، القرآن يدافع عن نفسه. الله سبحانه وتعالى إنا نزلنا الذكرى وإنا لعليه لحافظون. لحظة، هذا هو القرآن المصحف، دافع عن نفسك موجود. ألو قرآن جبريل يا جماعة موجودين؟ قرآن الله جاوب. والله قرآن. أنت مسكين قرآن. لحظة، والله لحظة. أنت مسكين قرآن. أشفق عليك. قرآن راح الصوت. والله قرآن. أنت مسكين قرآن. جبريل، ميكائيل، عزرائيل، إسرافيل، شرشبيل، أي حاجة فيها إيل مش موجودين ولا يقدر يدافع عنك. والله أنت مسكين، إني أشفق عليك. ربما اشفقوا على عقولكم عشان تدافعوا من هذا الكلام محمد. تحولتم إلى هذه الكائنات العجيبة. محمد، والله نتمتع في نعم الله، الحمد لله والشكر لله. أنت مسكين، أشفق عليك، أتمنى لك. عبد المجيد وين عايش؟ أشفق عليك. أي والله. لحظة يا عبد المجيد، وين عايش؟ أنا عايش في بلجيك الحمد لله. تتمتع بنعم البلجيكيين صراحة. لا،
ذراعي انا لا بذراعي انا يا محمد والله بنعم بلجيكا والكفار والله بذراعي انا اشتغل في ذراعي بنعم بلجيكا والله احنا شجعان رجل بذراعي اشتغل بعرقي لم تعطيني بلجيكا ولا شيء انا انت في اي من اي بلد اصلا انا من شمال المغرب لماذا لا تروح تعيش في المغرب اذا هي نعم الله انا اقول لك لان انت تدافع لماذا لا تعيش في المغرب اذا كان نعم الله موجوده في كل مكان نعم الله فلماذا موجوده فقط في بلجيكا بالنسبه لك ساجيبك اتعرف لي لان انت واذنابك هم الذين يضربون في الدين هم الذين جروا علينا أنت تدافع عن الأذناب من هم الأذناب المجرمون السفنة القتلة والله العظيم لحظة واحدة ثانية واحدة بحياتي ما قضيتها في المغرب كيف أنا أذنابي أنا ما عندي أنا رجل عايش في السويد من 24 سنة تدافع بحياتي ما شفت المغرب ولا اقتربت منها أصلا عرفت كيف أنت ببساطة شديدة لو أنت عايش في نعم الله رجع لي في المغرب راح تشوف إذا أنت في هناك في نعم الله ولا لا أنت عايش في نعم الكفار في نعم المسيحيين في نعم الملحدين في نعم الاتحاد الأوروبي في نعم الناتو عرفت كيف أنت عايش في نعم هذول الكفار الله مش موجود في بلجيكا من قال لك هذا أنا أشتغل بعرقي وأعمل عندي تجارتي وأعمل بإيربي وأعطوك هذا الكلام لو كنت يعني قادر أن تشتغل في المغرب وتحصل على نصف الفلوس اللي بتحصل عليها في بلجيكا ما تركت المغرب طبعا خليني محمد نتكلم شوية خليني أنت شوف أنت هنا في أوروبا أنت ما تعرف أنا عندي مثلا 22 سنة هون إذا الموضوع بالسنوات أنا أقدم منك طبعا شوف الأوروبي ما يعطيك فلس بالمجان أنا أشتغل في ذراعي أنا والله ما في يعطيك. بيعطيك كل هذول الناس الذين أتوا إلى أوروبا أنا أدافع أنا أدفع ضريبة كلهم انا اشتغل ضريبه انا اقدم عليه الناس اللي اجوا لاوروبا كلهم عاشوا على الاوروبيين من ضرائب الخنزير ومن ضرائب الخمر ومن ضرائب بائعات الهوى في هولندا وغيرها عرفت كيف كلهم كانوا عايشين بهذه الطريقه الاوروبيين بيعطوا فلوس وفلوس ضرائب هذول الخنازير والخمر وبائعات الهوى وانتم المسلمين عايشين على رقاب الاوروبيين هذه الحقيقه وانظر الحمد لله المساجد كثير جدا ومدارس إسلامية كثيرة جدا في أوروبا عندهم أخلاق أفضل منكم ليس أخلاق بالقانون لا 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 ما في أخلاقهم وقانونهم أفضل من القرآن ومن بلاد المسلمين محمد هنا ما في بالمجان هنا بنحور هناك فوق شوف خير ان شاء الله انا والله انت مسكين يعني الحيطه عشان ينزل تحت انا والله اشفق عليك يا محمد انت مسكين عندك مشاكل اشفق على نفسك وعلى بني دينك انكم تركتم بلدان المسلمين وتتسولون الحياه في اوروبا وتعتقدون انه هذا من نعم الله بينما انتم تتمرغون في نعم الكفار نعم المسيحيين والملحدين في عقر دار الاتحاد الاوروبي بلجيكا كذب يا محمد كذب لان انت تدلس انت تدلس يا عمي طفي هذا انت تدلس على الناس يا محمد انت تدلس على الناس يا محمد الناس نشوف حتى السوريين والعراقيين حتى اللاجئين هنا على المساعدات هذو هذه حاجه السوريين عايشين على المساعدات وعراقيين عايشين على المساعدات ومغاربه عايشين على المساعدات وجزائريين عايشين على المساعدات شوف حتى انا احنا جينا حتى يكون اذنابك يروحوا من بلدان الحكام هم اذنابك تدافع عنهم يعني انت تسمي الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من الاذناب لا هو امير المؤمنين انت ما دخلك انا ملكي انا مش ملكك انت انا ملكي انا مش دخلك انت يا ولد انت مش دخلك هذا والله لو كان عندي أمير المؤمنين أنا
لو كان عندي أمير المؤمنين وأسميه أمير المؤمنين وأؤمن بأنه أمير للمؤمنين، والله كنت رحت عشت يعني الزبال عنده أو راعي غنم أو أي حاجة، ولا أعيش بين الكفار. شوف شوف يا محمد، أنت شوف خرجت من الدين، يعني فأنت تدلس، خرجت من الدين. لو كان عندكم إيمان كنت رحت عشت يعني راعي غنم عند أمير المؤمنين. أنت تدلس الآن، يعني تخليط الأوراق يعني بين هذه وهذه. أنا أدلس، نعم. لا تدلس يا محمد، أتمنى لك. شوف، في شعوب، في شعوب مسلمة ولكن تعمل أخطاء كثيرة خطيرة جدا. هل أمير المؤمنين عندكم يعمل ولكن أخطأ؟ ولكن أنت عندما تأتي، عندما تأتي لحظة، خلينا في المجيد، خلينا في الدين، خلينا في الدين، لا تدخل في السياسة. لحظة، هل أمير المؤمنين حفظه الله بيعمل أخطاء؟ طبعا هو إنسان. أيوة، قل لي ما هي الأخطاء اللي عملها؟ يعني إذا أدخل معك في السياسة يعني تترك الدين. 5 أخطاء ارتكبها أمير المؤمنين. من أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب. تكلم، مش وقتك. وش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ شو تقصد أنت؟ أنا بتكلم أمير المؤمنين محمد السادس بيعمل أخطاء؟ هو إنسان ربما يعمل أخطاء. الرؤد. يخرب بيت الخوف اللي عندكم، ولا قلتوا حتى في بلجيكا خايفين من ذكر سيرة أمير المؤمنين؟ يا نهار أسود على الذل اللي أنتوا فيه. هو أيضا يعمل أخطاء. الذي عملها أمير المؤمنين عندكم؟ والله ما أعرف، أنا جئت شاب هنا إلى بلجيكا، ما أعرف شو أخطأه. يعني كثير أخطأ طبعا، ولكن أنا جئت في بلجيكا، أنا أعيش في بلجيكا. إذا لا تتكلم عن الحكام. الحكام يعني قصدي أنا أي دولة إسلامية. أمير المؤمنين مش قادر تلاقي له غلطة، لا تكلمني عن الحكام. شوف، الدول الإسلامية بأكمل، العربية بأكملها، لما يحكمون بالعدل. حاكم المغرب جبريل يكفي. جبريل نازل خرم في الحيطة، بده يدخل من خرم الحيطة. يا عم يدخل من ترك الباب مثل البورص عادي. هو ملك المغرب، هو ملك المغرب كمثل الدول، كمثل الملوك الآخرين. صافي، ماشي. سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه على قولة المنعيمة. طبعا. شو مشكله؟ ربيتك يا جبريل. هو شو المشكلة هون؟ يعني أنت نسيت الدين، مسكين. خير إن شاء الله. بده يدخل من الفوق من السقف، ما بيخلينا نتكلم. طيب شو بدك تقول في الأخير يا عبد المجيد؟أنا أتمنى، أنا أتمنى منك لا تدلس على الناس. إذا أنت مسلم، مدلس. أنا حكيت لك الواقع عندك يا محمد. إذا أنت مسلم، لأن تقول للناس أنا مسلم، كمثل الذي يقول أنا مسلم يهودي، هل يلتقيان هذا؟ يهودي، أنا مسلم. إذا أنت مسلم لا تدلس على الناس، تضرب في القرآن وتضرب في الرسول وتضرب في الصحابة وتضرب اللي موجود في القرآن واللي موجود في الأحاديث واللي موجود في واقعكم. تدلس يا محمد، مش هكذا. فيه ناس، ليش تقول مدلس؟ أنا بحكيكم عن واقعكم. ليش أنتوا حتى الواقع مش قادرين تشوفوا؟ ليش؟ كيف؟ كيف يعني شو الواقع؟ بحكيكم عن الواقع. أنت الآن مثلا على سبيل المثال، يعني ولك جبريل، خلينا نتكلم كلمتين يا جبريل، يخرب بيتك، رخم رخامة هذا جبريل، قسم بالله. شوف يا 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 عبد المجيد، أنا الآن أعطيك مثال. أنت مثلا عايش في أوروبا، عايش في بلجيكا، تأكل من خيرات بلجيكا، عايش في مساكن بلجيكا، تتعالج في مشاكل بلجيكا. بتكلم أنا، عرفت كيف؟ عايش على خيرات بلجيكا، بتشتغل في بلجيكا، عايش في مساكن بلجيكا، تتعالج من مشافي بلجيكا، عرفت كيف؟ لماذا؟ لأن أنت اليوم عمليا عايش على هذه الدولة، هذه الدولة اللي عملت منك إنسان وأعطتك حقوق وقدمت لك وسائل وإمكانيات عشان تشتغل وتكسب فلوس وتعيش مواطن محترم في هذا البلد. بينما
في بلدك الأصلي أنت ما عندك هذه الحقوق ولا عندك هذه الإمكانيات، فبالتالي أنت لست في نعمة الله، نعمة الله مش موجودة في المغرب، عرفت كيف؟ والله بجلالة قدره مش موجود في البلجيكا، اللي موجود في البلجيكا هم هذا الشعب العظيم البلجيكي اللي استقبلوا أمثالك من المغاربة ومن من أمم أخرى عشان يخليهم يخلونهم ناس بني آدمين يقدرون أن يعيشوا الحياة بكرامة، بينما في بلدانكم اللي هي بلدان إسلامية ما فيها لا كرامة ولا أخلاق ولا شرف ولا إنسانية ولا حقوق ولا إمكانيات، عشان هيك بتهربوا من بلدانكم، هذه الحقيقة. أنت تخلط الأمور يا محمد، أنا أتفق معك في أشياء ولا أتفق معك في أشياء أخرى. مثلا طبعا يعني الدول العربية والإسلامية كلها دول فقيرة، يعني ما في شغل في الحجرة وفيه وفيه وفيه، ولكن أنت تدخل يعني تخلط الأمور. لا ما أنا أتفق ما معك في أشياء لك الحقيقة طبعا، ولكن هذا ليس إشكال يعني عن الدين. أنا جئت أشتغل بذراعي ليست بلجيكا. لا أشتغل علي بذراعك، ذراعك كان معك في المغرب، ليش ما اشتغلت بيها؟ ما في شغل، ما في شغل. بالضبط، الله مش موجود هناك، ما بيعطيك إمكانيات. الله لو كان هو اللي بيرزقك وذراعك اللي بيرزقك كنت بقيت في المغرب، ولكن لأن اللي يرزقك هم البلجيكيين واللي أعطاك الحياة هم البلجيكيين، عشان هيك جيت لبلجيكا، هذه الحقيقة. لا 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 تخلط الأمور. لا يعني أنت يعني أدخل أنت مثلا في أوروبا يا أخي، أين أنت في أوروبا مثلا؟ أتركك مني، أنا بحكيكم وأعطيكم يعني أدخل مع المسلمين. أوكي، أنت لازم تدخل مع المسلمين، عيش معهم وترى كيف يعيش المسلم في أوروبا. لا تأتيني وأنت تدافع عن النصارى لأنك أعطوك السوسيال وأعطوك الشقة وتسكن وصافي المسلمين يعني لأن النصارى كويسين. لا لا احنا هنا النصارى أفضل منكم بمراحل في شوف في العمل يعني في العمل. والدليل أن الناس تأتي إلى بلاد النصارى وتهرب من بلاد المسلمين. لماذا؟ مثلك إن أنت تعرف لماذا؟ مثلك أنت جالس بتاكل من صحن النصارى وبتبصق فيها. لا لا لا، من قال لك هذا؟ من قال لك؟ لا لا، أنت هذا أنت تدلس يا محمد، أنت تدلس على الناس، هذا هو المشكل. لا تدلس على النصارى وعلى لذلك إحنا هنا الناس عندكم لما يجون لأوروبا حتى لما الدولة تعطيهم الرفض يروحوا يحتموا بالكنيسة، هذه الحقيقة. أنت لك محمد، احنا عندنا هنا 70 سنة في أوروبا، عندكم أي شيء. انتم عندكم بالبلاد بائسة، لذلك انت هربت من المغرب وجيت لبلجيكا لأنه ما عندك حياة في المغرب. شوف احنا عندنا 70 سنة هنا في أوروبا، ما تقدر تدلس علي تأتيني وتقول لا أعطوك متعيش. انت صار لك 22 سنة. لأن الأوروبيين ناس محترمين أفضل منكم صراحة بمراحل. شوف النصارى في هذا الوقت كيف متحضر، ليس في الثقافة ولا في الدين، يعني الآن عندهم العلم، عندهم أنا معك أتفق معك القوة عندهم كل الآن. حاجة أفضل منكم، ولكن إن شاء شوف لكن الغد آتي بمراحل. الغد آتي، أنت تحس أنت ترى وشوف كيف الوضع، وأنت تعرف شوية في الدين ولو حتى ولو أنت لست بمسلم. ما عندكم صدق مع دينكم. ناس تركتم بلدان المسلمين. لا ليه لحظة، تركتم بلدان المسلمين لأنكم لا تؤمنون بأن الله هو الرازق. ما بتروحوا تدافعوا عن المستضعفين في غزة لأنكم لا تؤمنون بأن الله هو الذي ينصركم، عرفت كيف؟ هاتيتم إلى أوروبا لأنكم تعرفون أن الرزق والحياة الكريمة موجودة في أوروبا، وضربتم بحديث نبيكم ما أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين عرض الحائط، عرفت كيف؟ هذه الحقيقة. أنتم كائنات يعني عندكم ازدواجية ولستم مؤمنين إلا على التيك توك، في واقعكم العملي أنتم مجرد يعني ناس مسيحيين ويهود وملحدين ولادينيين، كلكم تخجلون أن تكلموا الأوروبيين عن دينكم، كلكم تخجلون أنكم تقولوا أن نبينا تزوج وحدة عمرها 6 سنين، كلكم تخجلون أن تقولوا أن الردة حكم إسلامي في ديننا حكم أصيل، هذه الحقيقة. يعني شو يعني تخلط الأمور كثير يا محمد.
انت تخلط الامور كثير. شوف اسمع مزيان يا عمي، انا مش خلاط عشان اخلط الامور. والله العظيم تخلط الامور، تخلط الامور. هذا الكلام اللي انا بقوله موجود في دينكم. شو كلام شو كلام ما كنت تستمع؟ لا اكون مسؤولين كثير، قلت كثير ان انت تعطي خمس جمل ورقه صفحه تتكلم وتعطيني فقط جمله. لا انت تربيت المساجد، انا واحد تربيت المساجد. يا خرب بيتك يا جبريل يكفي. بالله عليك اتركنا بحالنا. بالله عليك انت مثلا طلعت في المساجد وتضرب في المسلمين عرضا، يعني ما بضرب في المسلمين، بصف حالكم. ولكن انت شو في مسلمين مفهم اصف حالكم. انا ما بطعن في حدا، انا بصف حالكم. لما بصف حالكم لان حالكم مخزي تعتقد انه انا بضرب فيكم، ما بضرب في حدا، انا بصف حالكم فقط. من قال لك هذا؟ احنا الحمد لله المسلمين كويسين. لا مش كويسين. لو كنتم كويسين كنتم بقيتوا في بلدانكم محترمين. ما ارض الله واسعه، ارض الله شوف الحمد لله اوروبا الان. يا عمي مش ارض الله، ارض بلجيكا. محمد ما عندك اقامه في بلجيكا ما ينفعك، لا الله ولا جبريل يرجعوك، عرفت كيف؟ ما تستطيع تعيش في هذه البلدان إلا بتصريح لأنها ليست أرض الله. محمد شوف الأوروبا الآن رغما عن شئت أم أبيت المساجد كثير، المساجد كثير. جبريل عامل علي تشويش ما أدري فيه. المساجد كثير في أوروبا، الدين كثير في أوروبا أحسن من بلداننا. والله أنت الآن صح تعرف ليه؟ الحمد لله. إيه تعرف ليش؟ لأن المساجد في أوروبا صارت تأخذ الأخلاق والإنسانية مش من القرآن بل من الأوروبيين ومن اليهود والنصارى ومن الملحدين والكفار في صحة لا الملحدين. لا لا عندنا الحرية كاملة في بلدانكم، أنتم ما عندنا الحرية الكاملة حتى نعطي الدروس الإسلامية الحقيقية. أنت عندك حرية في بلدك؟ في المغرب عندك الحرية الكاملة؟ لأن أنت الآن جئت وقيدتني بأمير المؤمنين. أنت جئت الآن وقيدتني عبد المجيد. ما تخاف، شوف أنت تخاف الموت لأنك تدلس على الله وعلى الله أرسل فيك الرعب. والله ما بخاف الموت. أنت بخاف. لحظة أنا ما بخاف الموت، لو كنت بخاف الموت ما بطلع بوشي وأتكلم، عرفت كيف؟ وأنا بعرف إنه هذا الكلام اللي بقوله في يوم من الأيام راح يكلفني راسي، ولكن ما بخاف من الموت. عارف ليش؟ لأنه صادق مع نفسي، ما بيهمني لا موت ولا حياة، المهم أعيش مثل ما أنا أريد مش مثلكم. ولكن بعيد عن هذا الهراء، ببساطة شديدة أنتم في أوروبا عندكم مساجد لأن هذول الأوروبيين أخلاقهم أفضل من أخلاق. كيف أنت تراها؟ أنت تراها بأن أخلاقهم أفضل من أخلاقنا؟ أنت تعرف أخلاق المسلمين؟ يعني أنت أعطيني أخلاق المسلمين؟ هل تعرف أخلاق المسلمين أنت؟ كيف؟ أخلاق المسلمين، هل تعرف أخلاق المسلمين؟ ينزل الله الرعب في قلوبكم وينزع منكم. والله العظيم رعب، هذه رخامة جبريل. تخاف رخم عرفت كيف؟ ما بيخلي حدا شغل لي تشويش على البث، شو اسوي له؟ تخاف من الموت، لماذا؟ لأنك لست بمسلم، لأنك تدلس. يعني مش خايف من الموت، مش خايف من الموت. يا الله يا جبريل لو عندكم شوية أخلاق وشرف تعالوا موتوني، مش خايف من الموت، افهم. أنت لما شوف أنا أعرف كثير أمثالك، يعني الذين يدلسون يخافون حتى من البعوضة. اللي بيخاف هم المسلمين اللي هربوا من الجنة ومن الموت وأتوا يتسولون الحياة في أوروبا. والله العظيم المسلمين لا أخاف عليهم. لحظة عبد المجيد، وين ما بيصير قتال في بلاد المسلمين يهربون منها، رغم أنهم بيعرفوا أنهم لو قتلوا راح يكونوا شهداء. والأوكرانيات ها اللي هم كافرات بيقاتلوا عن أرضهم، بينما المسلمين بشوارب ولحى بيهربوا من بلدانهم. من قال لك هذا؟ أنت تدلس على الناس.
الجيش الأوكراني فيه البنات والأولاد، الله يعطيهم الصحة، أبطال والله العظيم، أبطال أبطال. البنية منهم يا عيني والله تشوفها نظرة منها تساوي البشرية كلها، عرفت كيف؟ من جمالها ومن رقتها ومن حلاوتها ومن أنوثتها، ها لابسة البدلة العسكرية يا عيني وماسكة السلاح الكلاشينكوف، عرفت كيف؟ بتدافع عن أرضها وبتدافع عن شعبها. أنتوا اللحى لحدوان، شوارب ما في شوارب، ألا الثوب شوية تحت الركبة، عرفت كيف؟ طالعين على المساجد، الله أرسل أخواننا المسلمين، كلكم ناس جبناء ولا عندكم أي غيرة أنكم يصير عندكم عشر معشار شجاعة الأوكرانية. والله يا محمد أنا أراك والله كلما تتكلم كثير أراك مسكين وأشفق عليك. ليه؟ والله نعم أنت أنا مسكين، أنا بحياتي ما قلت أنا محمد ما قلت أنا غير مسكين، عرفت كيف؟ أنا إنسان بسيط ما عنديش قيمة في الحياة، ولكن أحاول أقول الحقيقة، ما أكذب على نفسي وأكذب على الناس. أوه أنا كيف؟ كلامي كلامي أنا لحظة أي لا تخافني. هو عبد المجيد هذا الشكل اللي أنا أتكلم عنه أخي عبد المجيد، أنت الآن باللحى نور نور على نور المسلمين. لحظة بالضبط نور على لحظة عبد المجيد، تركت بلاد المسلمين، تركت القتال في غزة، تركت القتال في على 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 إخوانك في الصومال وفي غيره، ما هذيك الأوكرانية بدون لحية بدون حجاب بدون الإسلام وبدون قرآن تقاتل عن أرضها وشعبها. والله نور على نور، تعرف ليه؟ أوروبا الحمد لله كثير المساجد، نحن إن شاء الله بالمسلمين، إحنا اشترينا شو؟ اشترينا الكنائس، اشترينا الأراضي، المسلمين يصدقون وشو؟ بالتسول بالتسول ليس بالتسول بالتسول والله بالتسول. كل ما أقطع نقول ضعيف لحظة، كل ما أقطع بقطع في اليوتيوب يطلع لي شيخ جميل مثلك هكذا، عرفت كيف؟ يتسول الفلوس عشان يبنوا مساجد، بينما لحظة بينما أخواتكم المسلمات في المخيمات يتسولنا الوردة والوردتين على التيك توك. شو أنا معك، ولكن أنا معك المسلمين في المخيمات، هذا مشكل آخر إذا تدخلنا في الموضوع. أنا خليني أسألك، أيهما أولى، أن تفتحوا مسجد في أوروبا ولا تشبعوا هذول المسلمات؟ محمد فيه المسلمين كثير، أنا أعرفهم يصدقون ويدفعون المال. أنا جاوبني على قد السؤال، أيهما أولى، تفتحوا مساجد في أوروبا ولا تشبعوا هذول المسلمات؟ أنا معك أيهم أولى جاوبني، أيهما أولى؟ الأولى الذين في المخيمات، ولكن إذا الأولى لحظة ثواني بس أكمل لك، إذا الأولى الذين في المخيمات يا شيخ، لماذا وأنت تعرف أنه لم تحصل الكفاية، يعني كل اللي قدمته لحد الآن لم تشبع هذولا، لماذا تتسولون الأموال من أجل المساجد؟ هنا احنا الشعب فقط، انت هنا خلل، انت تدافع عن الاذناب الذين يحكمون في الدول العربيه، تدافع عنهم انت واذنابك هم الذين لا يريدون للمسلمين. انا مش ما عنديش اذناب، انا انسان بسيط بطلع على التيك توك، ما عنديش اذناب. تطبل لهم وتدافع عنهم. هل انت لما تمدح ملك المغرب تطبل له؟ إذا أنت تريد المخيمات يكون المسلمين لما تمدح ملك المغرب تطبل له؟ خلينا لأن أنا نروح المغرب، لأن في غموض في ديمقراطية، أنت تدخل في مشكلة آخر يا محمد. لحظة بس لما يجي الصوت، بس أتمنى أنك تسكت يا شيخ عشان الصوت ما بيخليني أسمع، الصوت هذا واحد ما أدري يعمل ثقب. لا تخف معك مسلم، معك البركة، لا تخف من اللي أنا معك، ما تخف. ولكن شكرا لك حبيبي يا أخي، افتح قلبك وخلينا من خليص، والله العظيم ستحاسب عنه يوم القيامة. ليه؟ إذا في مشاكل في الشعب أنا معك، إذا تقول أن الشعب هو مسلم ويسرق ويزني ويعمل كذا أنا معك 100%، أتفق معك، ولكن عندما تأتي إلى الهدايا، أشكركم يا إخواني جو، ولكن عندما عند ما تخاف، أنا معك ما تخاف. الصوت ما بيخلي حد يتكلم،
ممكن تدعو الله، ولكن تدعو الله أن يوقف جبريل عن ما هو فيه. هذا كلام سخيف يا محمد، هذا هو تدعو. ليس سخيف، هو جبريل فقط اللي بيعمل تشويش. والله يا محمد أنا ما أرى منك أن تقول هذا الكلام ولا وما وراءك كتب يعني مجلدات وتقول هذا الكلام. من الأحسن يا محمد فقط اللي ممكن يعمل هذا الشيء. أنا معك، أضرب في الشعب، الشعب منافق، الشعب زنديق، الشعب كذا وكذا، ولكن عندما تأخذ القرآن هكذا وتأخذ الأحاديث مثلا وتقول هكذا وتضرب في الرسول في عرض الرسول وفعل كذا فعل كذا، وأنت ربما لديك دراية عن هذا الشيء ولا ليس لديك دراية. طيب يا شيخ خليني أسألك بالله عليك، هل أنت تقول أنت تضرب في عرض الرسول، هل عرض الرسول هذا الرسول، أنا بقول أن الرسول تزوج فتاة عمرها 6 سنوات، هذا الكلام صحيح ولا كذب؟ صحيح. ودخل بها في عمر 9 سنوات، هذا الكلام صحيح ولا كذب؟ طبعا صحيح. أنا عندي بنتي عندها 10 سنوات، لو تراها كمثل المرأة وما بالك في هذا. ابنتي ممكن عندها 10 سنوات. جميل جميل، هل تقبل بزواجها في هذا الوقت؟ لا، ولكن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف خليني أكمل، لا تدلس دين محمد. لحظة يا لا تدلس، لا تدلس، لا 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 لا، في هذا الوقت في شروط الدول في أوراق. محمد صالح لكل زمان ومكان، الدين صالح لزمان، وفي أشياء العلماء اسمع جيد يا محمد، في ذلك الوقت أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن النساء الشرق الأوسط، لأنت أنت أسمعك دائما تقول هذا الكلام على أمنا عائشة، لأنه هو بيدوفيل يعني يغتصب الفتاة صغيرة. لا لأن في ذلك. ولماذا لا تقول الزوجة الذي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود زوجوها؟ لماذا لا تدافع عن اليهود زوجوا امرأة ب10 سنوات؟ ما دافع عن شخص يزوج طفلة صغيرة سميه مغتصب أطفال. حتى اليهود اليهود شفت أنا كلامي سهل يا شيخ، أنا كلامي سهل، أنا عندي مبدأ واحد، أن الذي يتزوج طفلة صغيرة سميه مغتصب أطفال في ذلك الوقت في الشرق الأوسط. في ذلك الوقت أو هذا الوقت علماء المسلمين ماذا قالوا في زواج الصغيرة؟ وهذا وأنت، هل هناك صحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بفتاة قصيرة؟ لا، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا عمر بن الخطاب لا بلى ما أعطيك هذا الأثر. عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم وهي عمرها 10 سنين. لا 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 تدلس يا محمد، فشوف هو الرعب، هو تدلس والرعب يأتيك من فوق. شوف لا تدلس، هذا إزعاج، أمنا بين الإزعاج وبعد أمنا عائشة. لحظة لحظة، الرعب هو ما حصل معاكم لما تركتم بلدانكم وجئتم تبحثون عن الأمن والأمان في أوروبا، لما هربتم من سوريا ومن العراق ومن ليبيا ومن اليمن ومن فلسطين ومن الصومال ومن نيجيريا ومن مالي ومن أفغانستان ومن باكستان، وجئتم تطلبون الأمن والأمان في السويد وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك والنرويج وال... هذا إزعاج طبعا. المشكلة هنا محمد المشكلة هنا اسمع جيدا، ولكن المشكلة هنا أنت تدافع عن النصارى واليهود. أنا ما بدافع عن أحد، أنا عندي مبادئ عامة، أخلاقيات عامة بنطلق منها. لما أجي أوكي. أقول لك هل نبيك، هذا نبيك مارس الجنس مع طفلة عمرها 9 سنوات، ليس لهذا هذا الفعل اسم عندي غير أنه اغتصاب. ليس اغتصاب، لا تدلس يا محمد. لا لا هذه في 9 سنوات النساء في ذلك الوقت في الشرق الأوسط وكان الجو حارا، الفتاة عندما تكون عندها 7 سنوات ما دخل الحرارة بذلك يا شيخ. هذه موزة يا شيخ، هذه موزة، هذه الفتاة موزة. لو كان هناك شيء، هذه الفتاة موزة يا شيخ، هل الفتاة موزة عشان لما تكون في الحرارة تستوي مثلا؟ هل هي تفاحة؟ هل هي خضرة؟ طماطة مثلا تحطها في الحرارة تستوي بسرعة؟ ما في هذا الكلام. لو كان هناك شيء من التدليس لقالوا اليهود قبل منك،
أنت الآن تدلس على اليهود الصليبيين من نفس القمامة، هم اللي شرعوا مثل هذه الأمور عادي. لا 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 لا، اليهود كانوا لقالوا نفس الكلام، حتى المسيحيين والمشركين لقالوا أن محمد فعل كذا، وأنت جئت الآن وقلت طلعت في المسجد وتأتي بالشبهة وتأتي بالشبهة. تعرف الآن لو مثلا الناس قالوا أنه هذا النبي يعني هذا حكم خاص به، وأنه لا يجوز، لو لا يجوز الزواج الصغيرة، ونحرم هذا الكلام، وليس هذا فقط في ذلك الزمن ونحرمه في غيرها من الأزمنة، وخرج علماء الأزهر وعلماء المسلمين وطلعوا بيان قالوا لا يجوز الزواج إلا بالسن القانوني، ها، وأي شخص يريد أن يتزوج عليه أن يسجن وما يأتي أحد ويشهد على قرانه. كنت أقول والله يا شيخ تعرف كلامك فيها وجهة نظر، صحيح أن النبي محمد، ولكن ممكن نتجاوزها. أكمل كلامي أقول لك يعني هو صحيح يعني شغلة غير أخلاقية في ذلك الزمن، في هذا الزمن، لأن إحنا نتكلم عن النبي ما نتكلم عن بما أننا نتكلم عن النبي كان المفروض يكون أخلاقه أفضل من هذا، ولكن ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأنه في نهاية المطاف إحنا نتكلم عن حالة ما تؤثر على حياتنا اليوم. بينما اليوم يا شيخ الأطفال يغتصبوا باسم هذه الشريعة، لماذا؟ لأن نبيهم اغتصب طفلة عمرها 9 سنوات. والله تدلس أنت، والله تدلس بهذا الكلام. ليه تأتي يعني لماذا الآن تأتي بالمنافقين والمجرمين يغتصبون الأطفال ومنهم الأذناب التي تدافع عنهم النصارى، وتقول المسلمين يغتصبون الأطفال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وتصب. والله تدلس أنت، أفعال شيطانية هذه، لا تخلط أنا الأمور. حياتي ما شفت في كنيسة ما يوجدونها في أوروبا كلها، كنيسة واحدة تزوج طفلة عمرها 9 سنوات، بينما في بلاد المسلمين، المسلمين يزوجون أطفال في عمر 9 سنوات. في أوروبا هون، وأمريكا يعني النصارى الرهبان يغتصبون الأطفال. أنت لا تدافع عن الأطفال، فيه الرهبان، النصارى يغتصبون الأطفال ولو مرة تكلمت عليهم. أنت جئت فقط بالمشاكل اللي يعني العربية المنافق. أنا عربي ومسلم، فأكيد راح أتكلم عن المشاكل اللي عندي. المسيحيين المفروض يتكلموا عن المشاكل اللي عندهم، الهندوس المفروض يتكلموا عن المشاكل اللي عندهم، صح ولا لا؟ أنا الآن مثلا أعطيك مثال، أنت لو إجا مسيحي يتكلم عن مشاكلك ما راح تقبل منه. ليش؟ لأنه هو مسيحي، تقول أنت ما لك دخل بينا، ببساطة شديدة. الهندوس لو إجا وتكلموا عنك ما راح تقبل منهم. ليش؟ لأنه هؤلاء تقول روح عالج المشاكل اللي عندك. وأنا هنا عندي مثلا في البث أي مسيحي يطلع ما أقبل، ما أقبل يقول شطر كلمة لا على الإسلام ولا على المسلمين. تعرف ليش؟ لا. قل الحمد لله، الله أكبر، صلي على الله، صلي على الرسول. ليش؟ لأنه صلي على محمد. أنا لأنه أنا مسلم، طلعت من بيئة إسلامية، قرأت في المساجد، تعلمت في المساجد، درست عند الشيوخ، عرفت كيف؟ تفقهت في الدين، لذلك شيء طبيعي أنا المسلم اللي أتكلم عن مشاكل المسلمين، مش المسيحي ولا الهندوسي ولا اليهودي ولا واحد ثاني. هذا هو الطبيعي، كل واحد يتكلم عن المشاكل اللي عنده. أنا أتكلم باللغة العربية، عرفت كيف؟ وأتكلم بالحالة الإسلامية، فشيء طبيعي أنا المفروض أتكلم. مين يتكلم لك يا أخي؟ أنت تأتيني بالصارخ والمجرم والمنافق وتقول المسلم فعل كذا، أتيني بمسلم ملتزم وفعل كذا، ولا تأتيني بالصارخ والمجرم. نبيك وعمر بن الخطاب وفتاوى وفقهاء المسلمين بأنهم أجازوا تزويج حتى الغير بالغ. ماذا أجازوا؟ أجازوا تزويج البنت حتى إذا لم تكن بالغة. من قال لك هذا؟ هذا عليه جماهير أهل العلم. أشوف أنت تخلط الأمور، أنت تدلس محمد، هذا شيء آخر. يعني تعمل تتفق مع والد البنت عندما تكبر. أنا أتكلم عن الزواج، ما أتكلم عن الخطبة، الزواج.
كانت في ذلك الوقت. أنت لا كانت في ذلك الوقت. هذا الكلام فتوى للمسلمين، وقالوا أنها لا تسلم إليه أي إلى الزوج إلا إذا تحملت الوطء. يعني ممكن تسلم هذه الطفلة لحظة في عمر 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة فقط لأنها صارت كبيرة مثل ما أنت تتكلم عنها. لا محمد أنت تخلط الأمور، أنت الآن تضحك على والله تضحك على العقول. ولا بخلط ولا بضحك على حدا، وأنا صادق وأمين جدا في نقلي، ولذلك قلت لك أنهم أجازوا الزواج بدون البلوغ وأجازوا الوطأ عندما تتحمل الوطأ، ولكن حطوا في المتين المناسب علامات تحمل الوطأ السمنة والجسم وكذا دون مراعاة أمور أخرى. حطوا في المكان المناسب هذا الكلام، أنت تأتيني بكذا وتقول حطوا في المكان المناسب. هذا أقوال العلماء خلال مئات السنين، شو بتقول؟ ولكن اشرح يعني في المكان المناسب هذا الكلام فيه هنا. لا ليس المكان المناسب، هذا الكلام اختصاب قبل 10 سنوات، قبل 100 سنة، قبل 1000 سنة، قبل 5000 سنة. ما له اسم آخر. طفلة عمرها 9 سنوات. تعرف إيش يعني 9 سنوات يا شيخ؟ 9 سنوات يعني تجي لواحد مثلي تقول لي يا عمو، عرفت كيف؟ يعني أنا عمو بالنسبة لها، أنا مثل بابا بالنسبة لها، أنا مثل جدو بالنسبة لها. كيف هذا الكلام؟ أنا أؤمن بشرع يأتي ويجيز لي هذه القذارة بهذه الطريقة، أني أروح أم أختصب طفلة بهذه الطريقة. هذه شغلة مقرفة يا شيخ، مقرفة. فقط موجود، لا زال فقط موجود عند المسلمين. هذا كلام مردود عنك فقط. هنا في ذلك الوقت أمنا عائشة كانت كمثل المرأة، أنا قلت لك في هذا الوقت، ولكن ليس كثير من البنات. عندي بنت عندها 10 سنوات والله لو تراها كأنها امرأة وتصوم، ولكن في ذلك الوقت هذا شيء آخر. لو كنت في المغرب يا شيخ، لو كنت في المغرب وإجاك من يرضاها، من ترضى اليوم روح القدس معاك يا شيخ، اليوم روح القدس معاك. لو كنت في المغرب مثلا، الحمد لله كل مرة، ولا الحمد لله كل مرة، الحمد لله كل مرة، الحمد لله. أنا ما عنديش مشكلة. خليني أقول لك شغلة. الآن أنت لو كنت في بلد مسلم ويقبل فيه هذا الكلام، هل ممكن تزوج بنتك وهي عمرها 10 سنين؟ في هذا الوقت لا. في هذا الوقت ليش لا؟ جاوبني ليش لا؟ نقول لك يعني في شروط كثير. أولا بنتك عمرها 10 سنين وهي مثل الإمرأة، لا توجد دولة إسلامية 100%. أولا توجد أفغانستان. اسمع يا أخي، ضع عليها سطر. أفغانستان دولة إسلامية ولا لا؟ لا يديك، خليني شوف. أولا بالله عليك جاوبني، أفغانستان دولة إسلامية تطبق الشريعة ولا لا؟ ليس 100%، ليس 100%. ما فيش، قل لي في ماذا، بماذا تخالف الإسلام أفغانستان؟ في كثير الأمور، في الشيعة وفي المدنية وفي كذا. أعطيني في ماذا خالفت الإسلام؟ في كثير، في الشيعة وفي كذا وفي كذا. يعني أعطيني في ماذا خالفت الإسلام يا أخي؟ فأنا ندخل في موضوع آخر. في شوف، في الشيعة وفي الناس لا يعرفون يعني حتى الشيعة مش مسلمين؟ طبعا مش مسلمين. تكفر الشيعة؟ طبعا وكفي الشيعة. لماذا؟ هو يعني أنت تريد يعني نتكلم حتى في السياسة والشيعة والدين وأمنا عائشة؟ يعني إذا تكفر الآن، لماذا تكفر الشيعة محمد؟ هذا شوف، أو كفي الشيعة لأن يسبون أمنا عائشة، هذا أولا. وين المشكلة؟ خلي يسبوها. إذن أنت تدلس، والله العظيم أنت لست بمسلم، تضحك على العقول الصغيرة. هو لا والله ما بضحك، والله العظيم أنا مسلم. إيه أشهد؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله. ليش أشهد شهادة الزور؟
ليش أكون شاهد زور مثلكم؟ لا لا يا أخي لا فلأن أنا تبعت برنامجك تدلس على الناس وتضحك. ما أدلس على حدا، أنا أحكي لكم اللي موجود فيما يتعلق بموضوع أنه أنا مسلم. عملت حلقة كاملة، أتمنى منك أنك تبحث عنها، تكتب قناة محمد صالح الرسمية على اليوتيوب، راح تشوف عملت 7 حلقات، آخر 7 حلقات أول حلقة منها تكلمت فيها عن مفهوم الإسلام، تستطيع أن ترجع إليه، لأنكم أنتم تعتقدون أن الإسلام كتلة واحدة وأن الإسلام شغلة مفهومة، فهذا الكلام تستطيع أن ترجع إليه. الإسلام ليس له علاقة بأنك أنت تكون مسلم أو لا، تستطيع أن ترجع إلى هذه الحلقة. ولكن الفكرة الأساسية يا شيخ، أنا يعني أقول لك ببساطة شديدة، أنت الآن لما تكفر الشيعة تكفرهم على ماذا؟ يعني وين ذكر في القرآن مثلا، بما أنك أنت متبع للقرآن، وين ذكر في القرآن أو في السنة أن من سب عائشة فهي كافر؟ يعني الآن أنت هل تضحك علي أو تضحك على الناس؟ لا تضحك، أنت تضحك على نفسك، أنت الآن تضحك على نفسك يا شيخ، لأنه أنا أسألك سؤال سهل جدا، أين ذكر في القرآن أن من سب عائشة يعتبر كافر؟ يسبون عائشة، يسبون الرسول، يسبون عمر، لا يسبون عثمان، غلط. الشيعة من أكثر الناس تعظيما للرسول. أنت تدلس يا أخي. وبعدين مع هذه الطريقة يعني راح تستمر تقول أنت تدلس، أنت تدلس. أنا أحكي لك يا محمد، مش علي أنا، تضحك على الناس تقول الناس تسمعك وتسمعني. وليذهبوا يا إخوة، أنتم يا بشر، أنتم يا بشر، روحوا في أي حديث، في أي مسجد، أي حسينية، أي عالم شيعي، شوفوا إذا حدا منهم سب الرسول في يوم من الأيام. ما يوجد هذا الكلام، غير صحيح. أنت الآن تدلس على هذه الجماعة وتكفرهم بالأوهام في رؤوسك. هم يسبون عائشة، يسبون عمر. خلي يسبوها، عائشة ليس دين، يعني شغلة غير أخلاقية. أنا معاك، يعني ليش تسب امرأة؟ عرفت كيف؟ هي يعني يكفيها أنها اغتصبت وهي طفلة، يكفيها أنها يعني ما كان عندها زوج ومن عمر 19 سنة لين ما ماتت، عرفت كيف؟ ولكن ما يعني لكن الناس اللي بيسبوها، هل سب الصحابة عندك كفر؟ أمنا عائشة نزلت عليها الآية. جاوبني أنت كرجل، أنت طبعا رجل سلفي الظاهر صح؟ أنا مسلم الحمد لله. أعرف أنك مسلم ولكن على العقيدة السلفية صح؟ من قال لك هذا؟ أنا مسلم فقط. بسأل أنا مسلم من أهل السنة والجماعة الحمد لله. جميل، من أهل السنة والجماعة. سب الصحابة ليس كفر لديهم. سب الصحابة ليس كفر. لا ليس كفر، والدليل أن جماعة من جماعة معاوية وأهل الشام كانوا يسبون عليا، وهذا كما نقل ابن كثير ونقل الطبري ونقل ابن أثير وغيرهم، ونقل الذهبي ونقل ابن عماد وغيرهم. أهل الشام في زمن معاوية كانوا يسبون علي على المنابر. الشيعة الروافض لا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد شيعي على وجه الأرض، لا الروافض ولا الزيدية ولا الجعفرية ولا الإسماعيلية، لا يوجد حدا منهم يسب الرسول، ما يوجد هذا. يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج، ويقولون حتى يسبون الرسول، يسبون عليا وعثمان، نعم عليا وعثمان، ويكفرون عليا وعثمان، ويكفرون يعني الفريقين من علي، من جيش معاوية وجيش علي، ولا حدا منهم يسب الرسول. كلامه غلط يا شيخ. يسبون الصحابة، يسبون عمر. في حتى الآن في إيران في قبر عبد الله بن سلول لعنة الله عليه يعبدونه، لمن قتل عمر. لماذا؟ لأنه قتل. بيعبد، ما في حدا بيعبد، هم ما بيعبدوا حدا. موجود الآن ما حدا بيعبد، لا يعني قاتل عمر ولا غير قاتل عمر. لأن يا أخي الفكرة يا شيخ، الفكرة
أن السب الصحابة ليس كفر، والدليل أن جماعة معاوية والذين كانوا في الشام كانوا يسبون عليا. لا كانوا شوف عملوا كذب على أمنا عائشة، اتهموها بالزنا. هل هذه ليس صغيرة؟ كلهم ليس كلهم، هناك ناس منهم من اتهمها بالزنا ولهم يعني في ذلك وجه. كيف؟ لهم في ذلك وجه، يعني وجهة نظر، لهم وجهة نظر، يعني أنت تجازع عليهم. من سب أمنا عائشة كأنه سب النبي، ومن سب النبي لا لا لا، لأن هل يجوز على زوجات الأنبياء والرسل أن يكن كافرات ولا لا؟ أولا هل أنت شيعي؟ يجوز ولا لا؟ هل أنت شيعي أولا؟ لا لا لست شيعي. ولماذا تتابع عن الشيعة؟ مرة ثانية شو؟ ولماذا تدافع عن الشيعة؟ لا أدافع عن الشيعة، أنا بصحح لك معلومات. من سب أمنا عائشة كأنه سب النبي، ومن سب النبي فهو كافر. ما طلع لي في القرآن هذا الكلام. طلع لي في الأحاديث هذا الكلام. طلع لي أنه هناك آية أو حديث يقول من سب زوجاتي أو من سب أصحابي كأنه سبني. تقل موجود أنا ما لا يوجد. لا يوجد يا شيخ، والله لا يوجد. أنا دارس العقيدة أهل السنة والجماعة من الطحاوية والواسطية وغيرها، عرفت كيف؟ حتى عقيدة اللي كتبه الحافظ الحكمي، عرفت كيف؟ دارس هذا الكلام كله، كتاب الشريعة، كل هذا الكلام أنا دارسه. لا يوجد هذا اللي بتقوله، أنت بتقول كلام من رأسك، حتى عقيدة أهل السنة والجماعة ما عارفها. أوكي صافي، أنا سجل. أنت تريد يعني الدليل؟ مرة أخرى إن شاء الله نجيب لك الدليل. أبشر ولا يهمك، هذا هو عين العقل. ولكن خليني أسألك، بما أنك أنت تكفر الروافض، شو حكمهم في الإسلام؟ كفار؟ إذا كفار، إذا كانوا في بلد إسلامي، المفروض البلد الإسلامي شو يعملوا معهم؟ والله ما أعرف، حملي عندما تكون دولة إسلامية وأعطيك ما في كيف. وقع لواحد القتل. حتى المرتد يقتل في الإسلام، حتى أنت إذا ارتدت عن المرتدين. طبعا هل يعني مع قتل المرتد؟ هل أنت مع قتل المرتد يا شيخ؟ في الشريعة الإسلامية نعم. جاب لي صداع هذا. هل أنت مع قتل المرتد؟ في الشريعة الإسلامية، ليس أنا، ولكن في الشريعة الإسلامية المرتد في الدولة الإسلامية يقتل، نعم، ولكن في ثلاث شروط أو أربعة. أيوة. أولاً اللي هي يستتبوه، في شروط. في شروط. تلك الشروط إذا لا يريد أن يتوب. أزعجني كثير يعني صراحة. أنا أسف جدا. الله أكبر، خاف من الله. الله أكبر. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. شوف يا إخوان، الحمد لله ومحمد صالح الآن ربما إن شاء الله يريد أن يتوب. أنا مسلم أصلا، ما أحتاج أتوب. ولكن لا مسلم، ولكن تغري في الدين، تتوب وتضحك على الدين. أنا مسلم ولكن لا أضرب في الدين، أبين لكم اللي موجود في دينكم يعني فقط. لا تبين، أنت تريد. والله يبين. لا قل شيء. أنا معك في وحدة، إذا تريد أن تقول أن المسلم، ليس المسلمين، العرب الذين هم أصلهم مسلمون يعملون أشياء قبيحة، أنا معك 100%. ولكن عندما تروح، ولكن ما جاوبتني يا شيخ، ما هي الشروط الثلاثة لقتل المرتد؟ أنت تعرف ما تعرفه؟ أنا بسألك. خليهم. أنا شوف، عندما تكون دولة إسلامية ونجيب أيوة هذه أيوة إذا صارت عندنا دولة إسلامية، هل
أن الله وملائكته قرروا أن 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 هذا البث لا يمر على خير يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يزيل عنا هذه الأصوات المزعجة. إذا بقيت على هذا الطريق الحمد لله، ولكن أطلب منك جاوبني يا شيخ، لما الدولة الإسلامية تكون موجودة ما كيف يقتل المرتد؟ هذه شروط صعبة جدا، أنا ما نقدر نتكلم فيها. عندما تكون دولة إسلامية في ناس حكماء، في ناس قضاة في الدين. خليني أسألك، أنت على ماذا استندت يا شيخ على في موضوع قتل المرتد؟ يعني المرتد إذا كان مسلما في دولة مثلا إسلامية، كان مسلما ويؤذي وارتد عن الإسلام ويؤذي المسلمين في ذلك الدولة في ذلك المكان الذي يعيش فيه ويؤذي المسلمين، مثل مثلا أنت مثلا تؤذي المسلمين، أنت تعرف في الدين وتؤذي المسلمين وتضرب في القرآن وتضرب في رسول الله وتضحك على المسلمين، وهناك في الدولة الإسلامية لازم أحسن أن تخرج أو ستقتل إذا كان هناك الشريعة الإسلامية. صح، يعني هل أنا حكم القتل عندك؟ ولكن هناك أنا ما أعرف يا محمد، خليني أنا. أنا حكمي حسب الشريعة اللي تؤمن بها، حكمي أني أقتل؟ شوف يا أخي، هذه الشروط أنا ما أعرف فيها، هذه الشروط ثلاثة أو أربعة ما أعرف على المرتد إذا ارتد في دولة إسلامية مش في بلجيكا. فيه الناس يقول لك اكتب السلطات البلجيكية، أنا نتكلم عن دولة بلجيكية. في ممكن تترك التكست يا شيخ، خليك معايا أنا أتركك من الناس. فهمت، يعني هنا شروط، هذه الشروط لازم يكون قاضي إسلامي في دولة إسلامية، وهذا المرتد لازم ربما إذا كان يعني مثلا لو شخص أتى قال أنا لا أؤمن بالصلاة، هل هذا شخص حكمه القتل في الشريعة الإسلامية؟ لا، هذا شيء آخر. المرتد ما حكم هذا الشخص؟ كون الشخص شخص يعني مسلم، يعني مثلا مسلم كان رجل مسلم في البلدان الإسلامية في بلد تحكم بالشريعة الإسلامية، أتى وقال أنا لا أؤمن بالصلاة، ما حكمه؟ أولا يستتاب، يعني ربما إذا وش عمدا، يعني عمدا سنوات هو يعني مثلا لا هو كيف يقول يعني لا أؤمن بالصلاة أصلا. لا، أنت شوف، أنت حط سؤال 100% صح في مكانه، فهمت؟ حط السؤال في مكانه، لا تأتيني بنصف السؤال كي تورطني في شيء. أنا أقول كان رجل مسلم من أب وأم مسلمين، وصل عمره ل15 سنة، تمام؟ ثم قال وجاهر وقال أنا لا أؤمن بالصلاة، ما حكم هذا الشخص في الشريعة الإسلامية؟ وهل ارتد لا يؤمن بالإسلام أبدا أو لا يريد أن يصلي فقط؟ لا يؤمن بالصلاة، يقول هذا الصلاة شغلة هبلة، أنا ما راح أضع رأسي في الأرض ومؤخرتي للسماء، هذا شغلة قبيحة. يعني طفل عنده 15 سنة، مبالغ احتلم هذا الولد. شوف، هذا أولا خصه تعليم، خصه تكوين، خصه معلم، خصه يعني أولا كيف لماذا، أنا ما أقدر أحكم يعني. أنا بعطيك الحالة، جبت له معلم وقاضي وكذا وقال لك أنا لا أؤمن بهذا الهراء. أنت تأتيني مثل اليهود، ما هي البقرة وما لونها وكذا وكذا، وفي الأخير هذا هو سؤالك، أنت تأتيني مثل اليهود وأنت يعني مثل رب العالمين، قل إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، وين رحت يا شيخ؟ قل إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، حتى أتي وأقول لك قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وين المشكلة؟ بس إنسان مؤدب وإنسان جميل. شكرا لك حبيبي إن كنت لازلت تسمعني يا شيخ عبد المجيد، محباتي لك. طيب المسلمين اكتبوا لي رقم 7 لمن يريد المشاركة.
مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، يا هلا. هلا فيك. أنا مسلم سني طبعا، يعني نفس العلم يعني. يا هلا، تفضل. هلا فيك. تحب ما أعرف نخوض حوار عشوائي يعني، وتحب أنت عن شو بتتكلم حبيبي سامي؟ أنا شوف، عن الإسلام بشكل عام حاب أتكلم يعني. لا، منظومة ما حدا عارف لا راس من رجلين، ولكن حدد لي نقطة إذا حبيت نتكلم عنها. شوف أستاذ محمد، أنا بشكل عام عندي بالإسلام عندنا قانون يعني، وهو أنه الآيات بشكل عام يعني ما أدري صوتك بيقطع ولا أنت بتسكت يا أستاذ سامي؟ لا لا، النت عندي في مشكلة بس شوي يعني هلق طوال. ايه سال محمد، تسمعني هيك؟ ها بسمعك انا. ايه سال محمد، هو احنا عندنا قانون بالاسلام انه الايات والحديث هي اللي نتبعها احنا، وهذا الكلام يعني بعدها يجي القياس والاجتهاد. انا سمعتك تحكي بالنقطة هاي قبل شوي يعني، فحبيت احكي عن الموضوع هذا بس شوي يعني. تحب نتكلم عن الاجماع والاجتهاد والقياس؟ تماما. وين المشكلة يعني؟ في الاقتصاد مثلا، اذا اجتمع من المسلمين واقالهم انه هذا شيء عقوبته كذا كذا، يعني المشكله كيف؟ وين المشكله اذا اجتمع من المسلمين وقالوا هذا الشيء عقوبته كذا كذا، يعني انه عقوبته مثلا تجي شريعه الناس، ما يكون شريعه الله. لانه لو الله شرع شيء، القران شو بيقول؟ يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب استاذ محمد، احنا عندنا في كل حاجه، لماذا لم يذكر هذا الموضوع؟ ترك الأهل العلم يعني، في شغلات، في نقاط ترك الأهل العلم، ترك الرسول. أعطني دليل أن أي تشريع يترك لأهل العلم. هلا أستاذ محمد، ليش ترك شغلات للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صح؟ طيب وليش الرسول معناته ترك الشغلات لصحابته وشغلات العلماء اللي بعده واجتهادات اللي بعده لصحابته؟ طيب اسالك سؤال استاذ محمد، هلا سؤال، مشاهده الافلام الاباحيه بالاسلام ليش ما ذكرت حكمها بالقران؟ لا، المشاهده، مشاهده الافلام هو جزء عن ماذا؟ مشاهده المراه الاجنبيه، صح ولا لا؟ ولذلك انت كرجل مسلم امرت بماذا؟ امرت بان قل للمؤمنين ان شو؟ يغضوا من أبصارهم. طيب حلو الكلام. إذا أنت عندك الأصل، أنت الآن طيب. أي شغلة ثانية لابد أن يكون عندك الأصل، ولذلك في أصل إفساد. قاعدة، لحظة بس خليني أوضح لك هذه القاعدة. لما علماء الأصول إجوا وضبطوا هذه القاعدة ماذا قالوا؟ قالوا مثلا، اتخذوا أنه يعني شافوا، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني العلة في الحكم هذا شو هو؟ مثلا أعطيك مثال، العلة في تحريم الخمر شو هي؟ إنه ممكن إنك أنت يعني تسوي شغلات ما بما لا يرضي الله مثلا. لا، تعمل شغلات غير عقلانية. لا، فتعمل بأخطاء فتجرم بالمجتمع أو تجرم بحق العالمين. طيب هذا كلام غلط. العلة في تحريم الخمر هو ذهاب العقل. لا السكر، مش ذهاب العقل يعني، هاي نفس لا مو نفسها. ذهاب العقل هذا موضوع كبير جدا يعني، العقل هذا شغلة كبيرة، ولكن انت طيب. ممكن تسكر ولكن عقلك لساته حاضر، صح ولا لا؟ بس لذلك طيب. ماذا قال؟ قال النص هذا الكلام، كيف عرفنا ان العلة في هذا الكلام هو السكر؟ لأن عندنا نص في ذلك. قال شو قال؟ قال كل مسكر خمر. كل مسكر خمر، تمام. فإذا عرفنا أن العلة في تحريم الخمر هو ليس الطعم ولا المذاق ولا عنب ولا بصل ولا أي حاجة، وإنما هو السكر. طيب الآن قالوا نشرب ولكننا لا نسكر. لا 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 نسكر. فقال ايش؟ قال ما اسكر قليله فكثيره حرام، كثيره فقليله حرام. تمام صح. اذا عرفنا انه الان عندنا نصوص، ان عرفنا شو هي العله من تحريم الخمر.
لما نأتي ونذكر أي نص لابد أن نذكرها بهذه الطريقة، هذه هي طريقة الأصوليين في أصول الفقه. طيب أستاذ محمد، إحنا في شغلة هون، الاختصاب بالنظرة الاجتماعية هو شيء مفسد أو شو تصنفه أنت، إفساد لما مفسد؟ لا الاختصاب إفساد. أها، وشو حكم الإفساد بالإسلام؟ كيف؟ شو حكم الإفساد المفسدين في الأرض، شو حكمهم؟ ليس لهم حكم واضح. لهم حكم بآيات قرآنية، لا يعني لا بآيات لا قرآنية لا. وأنت تعرف. أنا أعطيك دليل على ذلك. تفضل. وإذا قيل لهم إذا قيل لهم في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا توضيح الإفساد بس حكم. توضيح. لا ليس لهم حكم، هذول ما لهم حكم. ما لهم حكم المفسدين في الأرض، ألا يقطعوا؟ لحظة يقطع يا حبيبي، لا لا هذول لحظة لحظة. موضوع يعني أسامي بس فضل. عشان ما نصير نقطع بعض هكذا لأنه بيروح ذرونا. تركت التحكي. تفضل. لا تتكلم ولا أتكلم. تفضل. عرفت كيف؟ الفساد هذا ليس له علاقة بالكلام اللي أنت قلته. الثاني هو يسمى حد الحرابة. حد الحرابة شو هو؟ هو الناس الذين يكفرون بالله ورسوله ويؤذون المسلمين ويقطعون الطريق ويعملون كل المصائب، هذول مثل ما هو من مثل ما الحال ما الذي كان مع العرانيين، وليس الفيات ولا يدخل في ذلك الاغتصاب البتة. لماذا؟ لأن أهل الحرابة ليسوا فرادة، ليس شخص واحد يعمل هذا الشيء. الحرابة جماعة ممتنعة تروح تهاجم المسلمين، تعمل وتقتل وعندها سلاح وعندها قوة وعندها شوكة، ليس لها علاقة بالاغتصاب. طيب يا أستاذ محمد، أنت هلأ سألتك أنا أول قبل ما تحكي الكلام هذا سألتك قلت لك الاغتصاب بالنظرة الاجتماعية يعتبر إفساد؟ لا قلت لي يعتبر إفساد صح؟ أنا أنت حكيت مو أنا صح؟ والإفساد إنما جزاء من يفسد في الأرض أن يقال أوكي أتعب الآية. طيب أنت ليش ما شملت هاي الآية ضمن هذا الحد؟ هذا هو المزعج سامي، هذا هو المزعج في الحوار. لما أنا أنت حكيت لا لحظة لما أتي أتكلم أنت ما تستمع، فقط تفكر في اللي أنت راح تقوله بهذه الطريقة. لا سمعتك، والله سمعتك، عيد لك كلامك. ما سمعتني أنا أعزم لك عن ماذا تكلمت أنا؟ اذكر لي كلامي. أنت قلت إنه الإفساد، أنت قلت الإفساد مو بالشكل هذا، الإفساد إنه مو ضربت لك المثال على الإفساد شو؟ أتيت لك بآية من القرآن. اللي يحاربون الله ورسوله. لا، ما ذكرت أنا هذا. هاي هي انتقلت هيك يعني بهالمعنى يعني ما أذكر لك التفصيل. لما أنا ذكرت لك أن الفساد هذا أعطيتك آية واضحة جدا بأنه ناس كانوا مفسدون، والله وصفهم بأنهم المفسدون. شو قلت أنا؟ شفت ما كنت تستمع. وهذه هي الطريقة المزعجة في الحوار مع شخص لما يأتي ويدخل النقاش هو ما عنده استعداد أنه يستمع يفهم الكلام. أنا الآن ذكرت لك ببساطة شديدة أن المنافقين يعتبروا من المفسدون. ليش؟ لأن القرآن يقول هكذا في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. إنما نحن سمعتك إن... لا. شفت شو بتعمل؟ بهذه الطريقة الغوغائية. سمعتك قلت ما قاطعتك يا أستاذ. اسكت شوية. بهذه الطريقة الغوغائية الهمجية نفس أسلوب الصحابة الغوغائيين الهمجيين، ما تستطيع أن تفهم. لما واحد يقرأ لكم القرآن أقولكم ما تستطيع أن تستمع عشان تفهم. ليش؟ لأنه تقتدون بناس همج، من النبي محمد إلى الصحابة إلى من بعدهم، علماء المسلمين همج، مشايخ المسلمين همج، الناس في المساجد همج. عرفت كيف؟ طيب والناس العلمانيين مو همج يعني؟ كلام عاد صعب يا سامي. ليش؟ لأنك متعود على فوضوية وغوغائية وهمجية المساجد. آتي وأذكر لك آية وأنا في ذكر في موضع في مكان في محل الاستدلال وأنا أعيده عليك. يعني أنت هذا الكلام أنا المفروض ما أعيده. ليش؟ لأن عقلك كان مغيب في المرة الأولى وأنا بتكلم، ما استطعت أن تستمع. لماذا لا تستطيع أن تستمع؟ لأن هذا الدين هو هكذا. أنت هذا الدين لا يعلمك على التفقه، على الفهم، على العلم، يعلمك فقط على ماذا؟ على التقليد. لما تحاول أنك تأتي وتريد أن تتعلم مباشرة راح تشوف هذا الدين زبالة ببساطة شديد. لما تحاول أنك تروح تشغل عقلك راح تكتشف إيش هو هذه القاذورات اللي أنا مؤمن بها.
ببساطة شديدة. رغم تريد أن تتعلم راح تشوف إيش هو هذا المجتمع القندرة اللي كان يعيش به هذول الناس ببساطة شديدة. ولكن أنت في اللاوعي لديك، في العقلية عندك، في نفسيتك، ما يمنعك، يمنعك أنك تجلس وتستمع. ليش؟ لأنه هذا كلام، لا أنا ما أنا أريد أن أوضح قدام الناس أنه هذا الموضوع كذا، ما عندك استعداد تستمع. ذكرت لك هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة، أعطيك فرصة ثانية أنك تتحاور بطريقة أفضل من هذا وما تقاطع وتستمع وتفهم الكلام، لأنه راح أسألك عن أنه أنا شو قلت. طيب يا سيد محمد، للمرة الأخيرة. طيب أنا بتكلم لسه. تفضل. الآن لما نأتي ونتكلم عن الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذول مين؟ هذول المنافقين. المنافقين بالإجماع ليس لهم حكم في الإسلام، لا لا ليس 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 لهم. لماذا؟ لأن ظاهرهم الإسلام، عرفت كيف؟ ظاهرهم إيش هو؟ ظاهرهم أنهم يصلون ويصومون وكذا، ولكنهم منافقين كفار من في الحقيقة، ولكن مسلمين على الظاهر. هؤلاء سماهم الشارع بأنهم شو؟ أنهم مفسدين. لماذا سماهم مفسدين؟ لأن كلمة الفساد لا تعني شيء. الآية التي أنت تذكرها في موضوع الاغتصاب، إنما جزاء الذين يحاربون الله، شوف الآية شو بتقول. هو ضروري أنك أنت تقرأ الآية عشان تعرف هو شو بيقول. يقول لك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما معنى يسعون في الأرض فسادا؟ شو قلت لك أنا؟ لا تقاطع. طيب. لما أتكلم لا تقاطع، أنا لسه بتكلم، عرفت كيف؟ هذه الآية تحدى واحد من الناس أتى وقال هذا حكمه في الاغتصاب، ليس له علاقة بالاغتصاب. بداية الآية واضحة جدا، يحاربون الله ورسوله، كل ما ترتب بعد ذلك هو على شو؟ على يحاربون الله ورسوله. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يسرقون ويغتصبون ويقتلون، ولكن لأنهم لا يحاربون الله ورسوله بل يجاهدون في سبيل الله ورسوله، لا يعتبر اغتصابهم اغتصاب ولا قتلهم قتل ولا سرقتهم سرقة، بل يعتبر قتلهم لا يدخل الكافر وقاتله في النار، ونساءهم وأورثكم ديارهم وأموالهم غنيمة يسألونك عن الأنفال، عرفت كيف؟ قل إنما الأنفال لله وللرسول. لذلك نفس الفعل يفعله الصحابة يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى دين. ليش؟ لأنه تحت راية الإسلام. نفس الفعل إذا فعله شخص آخر غير مسلم يتحول إلى حرابة، ملوش علاقة بالاغتصاب. وإلا الموضوع واضح جدا، إحنا عندنا النبي محمد علم الناس أنه كيف يمسحوا أدبارهم بعد التغوط. لماذا لم يذكر لنا حكم الاغتصاب وحكم التحرش؟ تسمح لي احكي؟ تفضل. شكرا استاذ. انا قلت لك في، انت ذكرت الايه هلا ويسعون في الارض فسادا، وانت صنفت بس خلينا نكمل استاذ محمد، وانت صنفت الاغتصاب ضمن الفساد. يا استاذ محمد، شو قلت عن الفساد اولا؟ انت قلت عن المنافقين وقلت عن المنافقين اللي انا قريت. ما انا قريت الايات انا يا استاذ محمد، انت عقلك كمبيوتر. روح جيب اجيب لك الايه هلا. اقرا لي. لا 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 اقرا لي. ما والله اقسم بالله ما عندي مصحف، ببعد الله ما عندي مصحف. ما عندك مصحف؟ الا اطلع لك اياه على جوجل. انا مسلم بس قلت لك ما انا مسلم عالم. اطلع لي اياه على الجوجل. انا باوروبا جوجل اطلع لك اياه. شو بدك اياه؟ تبعت للمنافقين؟ طلع لي انا شو قلت فيها. يعني انت ما بدي اطول عليكم يعني مشان ما اخذ وقت. طلع لي الايه لانه الحديث معك مزعج وانت ما تستمع. الان انا اخليك تقرا الايات وما اخليك تتحول لغيرها. انت ما تستمع يا سامي. لهم افسدوا في الارض واذا قيل مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يصل ولكن حدا منكم فاهم حاجة؟ أنا طلعت على جوجل. وإذا قيل لهم افسدوا في الأرض قالوا مو افسدوا
اصلحوا في الارض قالوا مو اصلحوا الآية. طيب يا أستاذ محمد أنا قلت لك أنت بدك الآية اللي بدك العنب اللي بدك الناطق. سامي سامي المرة الجاية تجيب المصحف معك وأنت تقرأ أوكي وانزل تحت. طيب اسمح لي كلمتين بس. شكرا كثير لمشاركتك. طيب يا أستاذ محمد بس كلمتين بس كلمتين تعطيني مجال كلمتين. تفسير الآية ببساطة شديدة انظروا ماذا يقول الإمام الجليل ابن كثير في تفسير هذه الآية. يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله ورسوله فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رواه ابن جرير. أي هذا عن كلام للطبري. إذا نحن نتكلم في ماذا؟ الفساد هنا يا بشر هو الكفر بالله وبالرسول وليس هناك فساد في الاغتصاب وما شابه. تعلموا دينكم أرجوكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. كيفك عمو شو أخبارك؟ أنا بخير هلا أهلا وسهلا. أنا ما أعرف عرفتني ولا لا كنت صاعد معك قبل كم يوم قلت بعدين نصعد أنا اللي من السويد. أهلا وسهلا. لا والله ما عارفك أو مش متذكرك. لا أتذكرك. كنت سني ولا شيعي يا محمد؟ أنا شيعي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. فأنا بس إنه حبيت إنه أقول كلمة يعني اللي أتمناه يعني من خلال بثك ولو أنت يمكن ما بتسمح بهذا الشيء بس أنا لا أنا ما بسمح بدعايات ببلاش. لا تروح تعملها بالحسينيات مش عندي. هلا الحسينيات اتركها على جنب والجوامع اتركها على جنب. ليش نتركها على جنب؟ الحسينيات صارت بيوت دعارة في السويد. اه نفس الموضوع اللي حكينا فيها ذاك اليوم على فكرة. تمام كان نفس الموضوع؟ اه هو نفسه حكينا انا وياك. تذكر انه الحسينيات كانت بيوت دعارة؟ اه وراح تحكي لي على هذول اللي اتصلوا وهيك صح ولا لا؟ راجعت هذا الموضوع؟ بس انت هذا الموضوع يعني خلاص انا وياك تركناه على جنب لانه قلت لا لك ما نتركه على جنب هذا موضوع اصيل جدا في المذهب الشيعي. طيب ما انه الفقه ما دخلني فيه انا الفقه ليش ما ادخلك اذا انت ليش تقول انك شيعي؟ انا شيعي يعني شيعي انا عقيدتي على اهل البيت يعني اهل البيت كانوا يتمتعوا. لا ما يتمتعوا اهل البيت. لا يتمتعوا. لا لا ما بيتمتعوا. بلى كل الشيعة كانوا يتمتعوا من علي بن ابي طالب وانت نازل بل من النبي وانت نازل. لا 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 تقول لا لا. المهم بس انه اللي بدول انه كان عندك شيخ طالع وكفرنا. انا بالمناسبه صار لي ساعه معك على البث. اها اوكي انت طالع عشان تقول انه انا مو كافر. اي يعني انه انا انه بدي بس اساله هذا الشيخ اذا كان موجود او واحد يوصل له الخبر. يقول انه الصحابه كلهم يعني الواحد اذا يكفرهم. طيب يعني سورة المنافقون علي من نزلت يعني إذا تعتقد أن سورة المنافقون نزلت على الصحابة؟ على الصحابة خصيصا. هل يعني تعتقد أبو بكر وعمر وعثمان كانوا منهم؟ طيب أنا بدي أسأل هسه السؤال. جاوبني لحظة لا تروح. هل تعتقد أبو بكر وعمر وعثمان كانوا من المنافقين اللي ذكروا في هذه السورة؟ يعني هو الله اعلم بس انه لما انت تجي انه للحديث النبوي اني وعدتهم بكتبهم. جاوبني هل هم منهم لو لا؟ حسب انا بوصل لك الفكره. هل ما لا انا الفكره توصل لي اياها بالاجابه على سؤالي بدون لف ودوران. الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان كانوا من المنافقين ولا كانوا من عباد الله الصالحين؟ بالنسبه لي انا اللي قريته مش او المنافقين لا بس انه هن يعني كيف اقول لك خذلوا وصيه رسول الله. ايوه يعني مسلمين يعني هن انه مسلمين بس مسلمين. ما هي كلها مسلمين يعني اي واحد ممكن تترضى عنهم لو سمحت. لا ما بترضى. ايه تعرف ليش ما بترضى لانه هن خذلوا. بعرف عليك والله السبع انت. تعرفون انتم تعرف قبل 15 سنة لما كنت اتناقش معاكم كنتم تترضون تعرف هذا الشيء بس الان صرتوا ابطال ما صرتوا تترضون عافية. لا ما لانه صار السني يخجل من دينه قدامكم
وانتم مرفوعي الراس وتتكلمون بما تعتقدون في دينكم. عفارم عليك. انا معك، لا بس انه انت لما تسال انه احنا مش مش بزمن العباسي ممكن تترضى عن عائشه؟ عائشه شوف عائشه انها اخطات. لا اقول ممكن تترضى عنها؟ لا ما بترضى لانه هي اخطات. بس لا انا خليك تترضى عن حفصه؟ لا. ممكن تترضى عن عمرو بن العاص؟ اكيد لا، شو عمرو بن العاص؟ فهنا اللي بدي احكي انه احنا لو نتبع كلام رسول الله واحنا كمسلمين، فلما تجي للكتب مالتهم يعني كلها انه بتتحدث. هل ممكن تترضى عن ابو طالب؟ ابو طالب ليلى. ابو طالب ما هو حنفي يعني. عفارم عليك، عفارم عليك. اي يعني انه يتبع النبي ابراهيم عليه السلام. ممكن تترضى عن خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد انا عندي اول ارهابي بالاسلام. اول شو؟ اول ارهابي بالاسلام. ممكن تترضى عنه؟ لا كيف راح يترضى عن واحد ارهابي؟ بعد شوف انت. يعني ارهابي يعني انت حتى لو تقرا الكتب انه حتى بزمن كم عدد الصحابه اللي ممكن تترضى عنهم؟ الصحابه كلهم؟ كم عدد الناس اللي ممكن تترضى عنهم؟ والله قله قليله يعني. يعني كم عددهم تقريبا؟ يعني اللي ماخذ له وصيه رسول الله بس. لا يعني كم عددهم تقريبا؟ هو الأول يعني والآخر علي بن أبي طالب عليه السلام. وكم واحد معه؟ يعني مع عمار بن ياسر وهيك. إيه صح. ومين كمان؟ نقدر نقول حجر بن عدي. إيه ومين كمان؟ نقدر نقول يعني مقداد بن الأسود. مقداد بن الأسود إنه. ومين كمان؟ يعني هدول أصحاب. لا ومين كمان؟ بس اتركنا مين. انا 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 بغششك، انا بعطيك الاسماء. مين كمان؟ ما هم انه اصحاب اللي يعني اللي. ومين كمان من الصحابه ممكن تترضى عنهم؟ يعني سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ومالك بن النواس. مين كمان؟ يعني مالك بن النويره. ومين كمان؟ وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس وميثم التمار ذول كلهم يعني. يعني كلهم تقريبا يطلعوا 10 اشخاص يعني هم هذول كلها قليله يعني. قلت لك ليش برايك انت ما تقدر رغم انه نبيك بقى 23 سنه يربي في هذول الصحابه؟ ما هن ما بتني يتربوا. ها؟ اقول لك هن ما بتني يتربوا. كيف؟ هن تعبوا للرسول يعني. والله. يعني نبي محمد بقى بيناتهم 23 سنة وفشل في تربيتهم. يعني هو مش فشل بس هو الإنسان وفشل. اللي يعني لا اسمع هو ما له اسم ثاني. لا عمو بس خلينا أنا أتكلم يعني هو الإنسان لما تتكلم بس هو فشل في تربيتهم. هو ما فشل، هو وصل يعني الحقيقة لهم الواضحة والكاملة وقال لهم هذا الدين وهذا الصح وهذا من بعدي وهذا هيك تتبعه وهيك تمشوا. ولكن ما سمعوا كلامه صح؟ لا. إذا فشل في تربيته. يعني لا ما فشل، أنا ما بقول فشل. بس هن ما بتن يفهموا. إيه بس يعني شو؟ هو فشل في أنهم يخليهم يفهموا صح؟ هو ما فشل يا اخي بس هو انه انسان جايك على غير ولا لا يا عم هو جايك على غير غايه يعني فصعب انت تقنع بالغايه اللي انت جاي فيها. هلا انت لما انا اجي معك بدك تقنعني على هذا المحل بدي اشتريه يعني انت لما اذا انت انا ما قدرت اقنعك راح اكون فشلت في اقناعك صح؟ لا مو فشلت بس ممكن انت يعني انه فشلت في اقناعك. قصدك فشلت بأقلعك بس مو فشلت انه انا نظريتي غلط. ممكن انت نظريتك صح بس انا فشلت في اقناعك مثل ما ان النبي فشل في تربية اصحابه. بعض من عتهم مو فشل، هن فشلوا حالهم. بس النبي محمد فشل في انه يخليهم يبتدوا.
ما فشل، ما انا بقول لك انه هو حط اعطاهم الحقيقه لكلهم، فبعض منهم زي الامتحان يعني انت اللي دخلوا فيه بعض منهم ما انه يخليهم يسلموا ويكونوا ناس صالحين مثل علي بن ابي طالب وسلمان الفارسي وحجر بن عدي وهذول الناس. ما هذول يدوروا اخره ما يدوروا الدنيا. ما يهم ما يهم، هو النبي فشل في انه يخلي الثانيين يدوروا اخره. فما ممكن يعني، فانه اما انت اذا تجي على الكتب اللي جاوبني يا 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 محمد اذا واحد بيفشل مع اقرب اصحابه كيف راح ينجع مع ناس عايشين بعد 1400 سنه؟ ما هو خلص انه هو ما فشل يعني انت هلا. لا هو فشل فشل صراحه. لا هسه انت ليش قفلت 20000 صحابي لكان وينهم هم؟ انت ليش قفلت على 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 الفشل يعني ما جاء؟ لا هو هاي الحقيقه، لانه انا احب تسميه الامور باسمائها الحقيقيه، ما احب اللف والدوران. احب لما نتكلم عن شغله نتكلم عنها بالضبط مثل ما هي. طيب النبي محمد عليه الصلاه والسلام فشل في تربيه اصحابه، في هدايه اصحابه. اللي بيفشل في هدايه اصحابه بزمنه كيف راح ينجح في هدايه شيعه بعد 1400 سنه؟ لا ما فشل هو الاسلام. هسه انت فشل يا محمد. ايه؟ طيب لما انت يكون عندك 120000 صحابي ويطلع منهم 10 اشخاص يعني انت وضعك مخزي. لا كيف عنده مليار مسلم شو يعني شو الحكي هذا يعني كيف فشل؟ ما افتهم يعني انا. لانه كان عنده مليار مليار و700 مليون مسلم او مليارين مسلم، الغالبيه الساحقه منهم نواصب سنه بيعظمون ابو بكر وعمر وعثمان ومعاويه وخالد وكل هذول الناس اللي انت بتقول عنهم ارهابيين، عرفت كيف؟ ويضللوكم ويكفروكم. يكفرون لانه ما قارين لا لانهم قارين وعارفين انكم انتم ناس غير محترمين مع صحابه رسول الله، هذه الحقيقه. ما هن كتبهم تقول هيك، احنا ما عندنا كتب على فكره. لا كتبهم ما بتقول، كتبهم بتقول انه هذول ناس كانوا في غايه الروعه. ما كيف انا بقول لك حديث في عندهم بالبخاري لما كان الرسول انه يعني يريد يعني يموت يودع الحياه فدخلوا عليه ورا بعد غديرهم لما غديرهم عندهم يعني كتبهم يعني من كنت مولاه، فيقول فرفع يديه حتى بان بغض النظر ادخل في الحديث اللي موجود في البخاري فدخلوا عليه انه على رسول الله فقالوا له انت هاي مال انه علي بن ابي طالب من بعدك وما اعرف شنو هاي الغيها. فالرسول يعني قال لهم اخرجوا فوالله الذي تريد شو كيف هو الحديث يعني اللي تريدوني اني اسويه انتم اللي تريدونه اهون اللي انا فيه اهون من الذي شلون الحديث اهون من الذي تندبون اليه يعني. انا ليش احس يا محمد انت هذا الحديث جايبه من بيت خالتك؟ لا والله موجود. والله بهذا الكلام اللي انت بتقول ما له حل الا انه جايبه من بيت خالتك. لا والله موجود عتنب كتب. بعرف انه موجود بعرف الحديث، ولكن اللي انت بتقوله هو حديث جايبه من بيت خالتك ما له علاقه بالبخاري. ليش يعني هو مش بكتبهم؟ لا بس انت هذا اللي انت بتتكلم عنه عرفت كيف بالطريقه اللي انت تحكي هذا بحس انه حديث جايبه من بيت خالتك ما له علاقه. لا بالبخاري. انا الحمد لله احكي عربي. يعني اللي الحمد لله انا احكي عربي ونصلي ونصوم. يعني فقلت لك يعني انا جيت صغير على هذا البلد فيعني الكلام الفصيح والهاي ما اعرف له صراحه. لا بس لا بس عافيه. ومع ذلك تعرف الحديث اللي موجود في البخاري ها؟ اي فطلبوا يعني طلبوا من الرسول هذا الشيء، فبعدين راحوا اسسوا سقيفه بني ساعده يمكن. شو هذه اسسوا يعني بنوا السقيفه؟ يعني سووا مجلس شورى وانتخبوا بكيفهم تركوا عادي جدا وهذا هو الصواب. اي لا ضربوا كلام الصواب ينتخبوا ولا تريد الدكتاتورية قرشية؟ لا مو الدكتاتورية، المسلمين اختاروا لأنفسهم رجل مسلم يحكمهم صح؟ طيب بس هو انه من الأهم كلام رسول الله لا ينطق عن الهوى إلا وحي نوحى؟ yeah. من الأهم انه مجلس الشورى ولا كلام رسول الله؟ مجلس الشورى طبعا. كيف يعني؟ يعني هذا رسول الله مش انه يقولوا لا ينطق عن الهوى الا وحي يوحى؟ لا لان القران يقول وامرهم شورى بينهم.
أمرهم شورى، بس ليس من يقول الرسول أولى بالمسلمين بأنفسهم، حتى لو أولى من أنفسهم. يعني كيف النبي راح يوجه يبقى أولى من المولى من المؤمنين ما ينفع. المهم أنهم اختاروا واحد وجعلوا علي يرضى بذلك صاغرا حقيرا ذليلا. ما أعرف بعد صح ولا لا، انه هيك يعني انه هيك يعني علي كان جبان ما كان يقدر يقول لهم لا. يا هو علي بن ابي طالب سلام الله عليه كان جبان ما يقدر يقول لهم لا. علي جبان والله جبان جدا. ما اعرف الله كريم. علي جبان لو كان شجاع ما تنازل عن حقه. لا ما تنازل، بس هو انه اكيد تنازل. لا بس هو كان ثلاث مرات تغتصب الخلافه وامامه المسلمين من قدام عينه والجبان جالس ما يقدر يعمل شيء. هو ما تنازل، بس انه هو يعني على الجبان كان ما 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 ما, ما طالب به، ما رضي بان انت تؤول امامه المسلمين للشله من الصيع. علي جبان اكيد جبان. لو ما جبان كان يطالب بحقه في ذلك، هذا حقه لو لا. وهو كان بذاك الوقت يعني حقه لو لا حقه، بس ان الرسول اولى كلامه يعني من لحظة علي بن ابي طالب حقه انه يكون خليفة للمسلمين لو لا. طبعا بس انه اذا صار علي يعني تنتهي يعني الاسلام ينتهي بذاك الوقت. صح، لانه كان جبان، كان بالضبط مثل ابراهيم عليه السلام. ابراهيم كمان جبان. اكيد جبان لما عرض زوجته وعلى الملك على انها عنها اخته. شوف سبحان الله، تحس انه هذول الناس كلهم هكذا، لا بهمهم لا شرف ولا عرض ولا حقوق ولا كذا. ما اعرف والله، بس انه هذا المهم المهم انه علي بن ابي طالب لما شاف انه الجماعه اختاروا ابو بكر حط ذيله بين رجوله وسكت. شو يسوي المسكين؟ وانا صراحه ما الومه، لانه تصور لو عمر بن الخطاب جاله ضرب كف المسك وهو كان قصير ودبدوب، تعرف علي بن ابي طالب كان يتحول الى طوبه، يظل يلف مثل كره الثلج. الله كارثه. وعمر كاتل له بقي. والله لو عمر بن الخطاب لو مسكه، تعرف عمر طويل واهبل يعني ما كان غبي ما يعرف ابوه، ترى عصبي غبي ما يعرف ابوه. لو يمسك علي بن ابي طالب، تعرف هذه الحركه اللي الواحد يحط ايده على راس الثاني والثاني يحاول ايده ما توصل له، كان يعمل معاه هكذا. وهو بس انا اتبع الاطفال. عمو ارد اقول لك شغله، ارد اقول لك شغله. بالنسبه لي اني ترى ما احترف لا بالكتب لا بالشيعيه ولا السنيه اللي مكتوبه اللي كاتبها. لما الموضوع يوصل لهذا الكلام لا احد يعترف، بس ما ترضى تترضى. انا ما اعترف. انا ابو بكر وعمر وعثمان، لانك انت قرات في البخاري انه عمر بن الخطاب قلب الرساله تبع النبي محمد الوصيه. ما خلينا اتكلم يعني. انا اتبع اسلام يعني كيف تقول اسلام حديث. واللي هو؟ يعني انه ما يهمني هذا الشيعي او السني، هذا عمر بكري علي بن اكيد والله يهمك يعني. لا والله ما اذا يهمك قول اللهم ارضى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ما اقول ولا على اي حدا. ليش؟ قول علي عليه السلام. علي عليه السلام لانه بكتبهم وبكتبنا موجوده. والله الوحيد يقولون كرم الله وجهه، ليش؟ عافيه. ليه يعني ليش انه يقولون عليه بس هو كرم الله وجهه؟ شنو السبب؟ عافيه عافيه يا محمد. انا يعجبني لما شيعي يكون نصف صادق. لا والله انا صادق 100%. لا والله مو صادق 100%. وانت تعرف انك مو صادق 100%. لا والله وانت تعرف انه يهمك السني والشيعي. وانت تعرف انك عنصري مثل يعني 200 مليون شيعي بهذه. لا وداع الجهاله ما عندي. مثل ما انه مليار و500 مليون مسلم كلهم عنصريين ضد الشيعة. وداعت جهالي وداعت جهال وداعت امي ما عندي هاي السالفه. والله عندك، لو ما كان عندك كنت ولو من باب ملاطفه السنه كنت تقول اللهم ارضى عن ابي بكر وعمر. لا ما لي علاقه انا هذا السنه. لا لا علاقه. لا 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 ما لي علاقه بعقيدته. والله لا علاقه. ما لي علاقه بعقيدته. خب ليش انا صديقي مسيحي صديقي صابئي صديقي طبعا هذول افضل من النواصب، صح لو لا؟
لا شو ما أنا المسيح يفضل له الناصبي يا خالو مو رب العالمين. جاوبني جاوبني يا محمد، المسيح يفضل له الناصبي وأنا منو يعني حتى أقارن؟ جاوبني أنت برأيك. لا ما أقدر أجاوب يعني. طيب خليني أبدل لك السؤال، أبدل لك السؤال، المسيح يفضل له يزيد؟ المسيح شنو؟ صديقك المسيح يفضل له يزيد بن معاوية؟ يزيد بن معاوية حسب ما قريت عليه، يعني قريت انه شنو اللي سواه، فقريت عن المسيح شنو اللي سواه، المسيح احسن يعني. ليش تضحك يعني؟ ليش؟ والله ما اعرف يعني، غير جاي اقرا بس انا ما اعترف والله. اقول لك انه رب العالمين هو عسل يا محمد. انا يعجبني انك انت يعني عندك يعني على الاقل شويه بتحاول، ولكن بيني وبينك بعرف انك يعني مع احترامي شديد لك تعرف بعرف انك تكذب يعني، لانه انا خابز وعاجن الشيعة كلهم، ذره صدق ما يوجد في ادمغتكم، ذره صدق. احنا صادقه ما يوجد في دماغ الشيعي. ليش؟ والله لانه بالضبط هذا اللي انت بتقول، لما تجي تقول لي ان انا او لا ليس عندي سنه وشيعة وكذا، وانت عندك كل هذه العنصريه. جاي أتكلم إذا عقيدة تحكي كلامك مش صادق عمو، إذا تحكي على عقيدة، أنا عقيدتي بس إنه الله محمد علي بن أبي طالب وآل البيت بس، هذا اللي عندي. إذا لا تقول ما 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 يوجد عندي سنة وشيعي، جاي أقول لك عقيدتي بس كإنسان مسلم. لا تقول لي ما يوجد سني وشيعي يا أخي، كإنسان مسلم جاي رجل رجل سني يمجد بأبي بكر وعمر وعثمان وخالد وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، ورجل شيعي بيلعن هذولا، أيهما أفضل بالنسبة لك؟ وليش أنا على أنا منو حتى؟ لا مو أنت، لا مو أنت اللي تلعن، أنا أقول لك اثنين، رجل سني ورجل شيعي. السني يترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وعمرو بن العاص وعائشة وحفصة ومعاوية بن أبي سفيان، وشيعي بيلعن هذولا، أيهما أفضل عندك؟ طيب ممكن هذا ما يعني قاري شيء غلط يعني، شو اسوي الان؟ ايهما افضل عندك؟ اي يا اخي انا ما اقدر افضل يعني بكيفي. اتقدر؟ والله تقدر. والله ما اقدر. والله تقدر. والله العظيم انا عندي قانون يعني بحياتي حتى. والله انت تعرف كلامك مو حقيقي، وانت تعرف كلامك من جواتك انك مو صادق. يا اخي والله العظيم انا عايش بمنطقه بيها السنة. ما لي دخل انت وين عايش. والله ما نعرف. انت 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 في كل اوقات حياتك، في دينك وعقيدتك، في ايمانك وفي روحك وفي وجدانك، لا يمكن تفضل شخص على انه يترضى عن ابي بكر وعمر وعثمان على شخص يلعنهما. ما يعني انا ليش العن؟ ما لي علاقه بهم. لا مو انا ما بقول انت تلعن، انت كيف تفهم يعني؟ طيب هسه انا لو تجي لي انه بعض الناس يقول لي انت ليش ما تروح على سلوان تطلع عليه مظاهرات؟ هذا سلوان موميكا بالسوي. لا لا تدخلني موضوع سلوان. انا لا اتقرب لك بشيء. لا ما بدي تقرب لي بسلوان. اقول له الله يدري لو ما يدري، هو الله يدري لو ما يدري شنو اللي يسوي يسوي سلوان. والله بعد شو الله يدري، الله يدري انه نبيه كان راح يكروتوه وياخذوا منه الامامه من علي ولا لا؟ طبعا اكيد يدري. وليش ما تدخل؟ والله ما اعرف صراحه، كل واحد عنده غايه يعني، هو مو كيف الرسول يتكلم. طيب طيب شكرا محمد، بدنا نمشي الدور. اوكي حبيبي عمو، نكمل في وقت لاحق. حبيبي شكرا لك، دير بالك على حالك. الله يخليك. الله طيب محبات.